اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم زملكاوي. النهارده عندنا حاجات بالجمله نتكلم فيها، ولكن في الفقره الاخيره يكون معانا نقاد رياضيين كابتن احمد الاحمر وكابتن مصطفى هلش، وهنتكلم معاهم عن امور كتيره متعلقه بنادي الزمالك ومباريات اللي فاتت والمباريات القادمه. طيب، فريقنا بيستعد خلاص للمواجهة القادمة بلدية المحلة يوم الاثنين القادم ان شاء الله. النهارده فريق كان راحة، ومن بكرة جوزيه جوميز يرجع مرة تانية مع اللعيبة للتدريبات. الراجل الحقيقة عايز في البداية اتكلم معاكم، انا صعبان عليا. كان بيبدأ يشتغل على اكتر من تكتيك باكتر من طريقة لعب مختلفة، بما انه خلاص الدوري بالنسبة له يعني احنا على الورقه والقلم نقدر نقول انه لا، مفيش حاجه مستحيله، ولكن في الاخر هي ترايل ماتش، يعني انت بتنزل كل مباراه بتجرب طرق لعب مختلفه. رباعي نادي الزمالك انضموا لمنتخبنا الاولمبي الوطني، فالراجل بقى عنده اربع عناصر مهمين واساسيين مش موجودين: زيزو، محمد شحاته، حسام عبد المجيد، زياد كمال. الراجل عنده ضغط مباريات، ويمكن بيحاول يعوض ده بانه يعمل استشفاء، بيحاول يعوض ده انه يعمل روتيشن بين اللعيبه. شفنا لعيبه صغيرين ناشئين بيدخلوا القايمه، بيديهم فرص، عايزهم يظهروا، عايزهم يبانوا. شفنا اكتر من اللعيب نقدر نعتمد عليه، ولكن يمكن رسالتي لبعض اللاعبين اللي بيطلعوا يلعبوا فيرست تيم مش بس نادي الزمالك، عامه انا بتكلم في مصر كلها. لما انت تكون ناشئ وتاخد فرصه انك تظهر، ويا لما ربنا يكرمك وتظهر في نادي كبير بقيمه نادي الزمالك، موت نفسك. انا لو مكانك هاكل النجيله، ومعنى ان الجهاز الفني بالكامل بالمدير الفني الاجنبي استقر على انك تبدا مباراه، او استقر انك تكون متواجد مع اللعيبه الكبار في مباراه اساسيه في الدوري العام، يبقى انت عندك الامكانيات اللي تؤهلك تخليك تلعب في الفيرست تيم. تعمل ايه؟ انزل اكل النجيله. نشوف اللعيبه الكبار بيعملوا ايه، اللعيبه الكباتن. كابتن عبد الله السعيد امبارح في الدقيقة 70 تقريبا او الدقيقة 60 قبل ما يخرج ب 10 دقائق، مش امبارح عفوا، في المباراة اللي فاتت، عمل سبرنت، او مباراة كانت امبارح، عمل سبرنت من اول الملعب، من اخر الملعب لاول الملعب، وراح وقطع الكورة وبنى هجمة. ببص على نفس الكادر ده، في لعيبة في الملعب وقفت. انا مش عارف لو اللقطة يعني في الكنترول تقدروا تحضروها. لعيبه وقفت في الملعب، وكابتن عبد الله رجع وراح وجاب الكوره وقطعها وبدا هجمه. 39 سنه. فدي حاجات مهمه جدا، وبالذات لو انت ناشئ لازم 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 ما تبخلش بكل نقطه عرق. كلمة ناشئ اتغيرت عن زمان، زمان كان اللعيب عنده 21 سنة و 22 سنة، معلش لسه صغير، بكرة يبقى عنده الخبرات، بكرة يتعلم. شفنا أمثلة كتير جدا. لعيب زي لامين يامال صعد أسبانيا لنهائي اليورو، لنهائي اليورو وعنده 16 سنة وكام شهر. شخصية. بينزل ما بيبخلش، ما بيخافش، بيدوس على نفسه. انت كلعيب عايز تثبت مكانك، ولا عايز خلاص تبقى فتره وكام ماتش ولما يجي الميركاتو هنجيب لعيبه واللعيبه اللي بره القايمه هتخش وتنزل تاني ناشئين او تروح اي نادي تاني؟ انت في ايدك القرار. فدي رسالتي للاعبي نادي الزمالك الناشئين. عندنا منجم ذهب، انا مسميه دايما بمنجم الذهب، اللي كل ما تبص وتدور فيه هتلاقي كنز، هو قطاع الناشئين بنادي الزمالك. فبتمنى من كل قلبي نركز. جوزيه جوميز الفتره الجايه الصراحه انا شايف ان هو بياخد اللي هو عايزه من المباراه،
بيعمل ايه؟ عايز 3 نقاط خلاص، ماشي الدنيا، زق كده معايا اليوم زي ما بيقولوا. انا عايز اخد 3 نقاط في ظل الغيابات المهمه اللي موجوده معاك في السكواد، وبالتاكيد غيابات مؤثره من اصابات لمنتخبنا الاولمبي، فانا عايز اكسب. الحمد لله قدرنا نوصل المربع الذهبي في ترتيب الدوري، ولكن ده مش مكاننا ولا مكان نادي الزمالك ولا قيمة تيشيرت نادي الزمالك، ولكن هو موسم استثنائي بكل ما تحمله الكلمة. موسم الحمد لله ان هي ماشية، يعني هي ماشية وبتخبط والدوري تمام والمواعيد متلصمة ومفيش اي هزار، فخلاص نعدي الموسم ده. عندنا كاس مصر هيبدأ ان شاء الله المباراة اللي بعد اللي جاية، عندنا سوبر افريقيا ان شاء الله، ان شاء الله ناخد كاس مصر يبقى عندنا سوبر مصري، عندنا كمان ان شاء الله السنه الجايه خلاص كونفدراليه رسمي، الزمالك مشارك في بطوله الكونفدراليه العام القادم، فخلاص نركز نبني فرقه. طيب معايا مداخله كابتن يوسف حمدي نجم نادي الزمالك السابق. يا كابتن يوسف ايه الاخبار؟ ازي حضرتك؟ الو، اهلا يا مينا، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الاخبار كله تمام؟ والله كله كويس يا حبيبي الحمد لله. الزمالك قدر يفوز على طلائع الجيش في المباراه اللي فاتت، وجوزيه جوميز بياخد اللي هو عايزه من المباراه. الاداء مش بنركز عليه قوي، عندنا غيابات بالجمله، الراجل الله يكون في عونه. شفت مباراه طلائع الجيش ازاي؟ بص خليني اقول لك ان الفتره الاخيره يا مينا كان مهم جدا ان الراجل يكسب زي ما انت بتقول في ظل الغيابات. انت عندك رباعي مهم جدا مع المنتخب الاولمبي، صحيح، عناصر صغيره دلوقتي علشان يقدر يقف على العناصر المميزه اللي تقدر تكمل السنه الجايه. يعني احمد مجدي عنصر مهم، مهاب ياسر دلوقتي، عمار ياسر، محمد السيد، ديفندر ممكن يبقى ديفندر لعيب. مين اكتر لاعب لفت نظر حضرتك يا كابتن؟ والله انا اكتر 2 لفتوا نظري يمكن ايشو امبارح ظهر بشكل كويس قوي، وحازم كمان لما نزل وقت قليل، لان حازم انا اعرفه، حازم انا دربته 2 سنين في نادي الاتحاد. حازم لعيب مهاري كان ينقصه بس في نادي الاتحاد او في مواليد 2003، هو كان ينقصه القوه بس. لو اتغلب على عنصر القوه ده وقدر يجيبه هيفرق كتير قوي مع نادي الزمالك، خاصه ان هو من اللعيبه اللي بتقدر تقف على الكوره، بيقدر يحل مواقف كتيره واحد لواحد في ظل وجود اللعيبه الكبيره كمان حسام. عشان كده انا بقول لك يا مينا مهم جدا ان مستر جوميز يفكر الفتره اللي جايه. انت خلال شهر هتلعب مع الداخليه، هتلعب مع بلديه المحله، وهتلعب مع بروكسي ماتش مهم جدا في كاس مصر. طبعا احنا مش هنقدر ننسى ماتش بروكسي اللي حصل فيه السنه اللي فاتت. فرقه عنيده بلغه الكوره، كل الاحترام والتقدير ليها، بس فرقه عنيده جدا يعني. عنيده جدا، فهي الفكره ان انا عندي ماتشين او 3 ماتشات في شهر 7 تقدر فيهم بقى، تقدر تركز فيهم، تقدر تركز فيهم مع المجموعه بقى ازاي اللي انا بقول لك عليها. انت دلوقتي عشان تبني الفرقه للسنه الجايه عندك فرصه كبيره قوي. عندك فرصه انك تبني للسنه الجايه ازاي؟ المحترفين رقم 1 هتقدر تحكم عليهم في مشاركتهم الفتره اللي جايه دي، طبعا المسوسي بره التكريم. يبقى انت عندك 4 بتقيمهم، هل متواجدين السنه اللي فاتت السنه الجايه معاك؟ مين ولا مين هم وجهه نظرك؟ مين الاربعه قصد حضرتك؟ يعني متيابة او نضاي او سيف الدين الجزيري وسامسون، يعني وسامسون والمسؤوليه انا بقول لك بره التقييم. فانت عندك الاربعه دول لازم تقيمهم وتشوف هل هم مكملين السنه الجايه مع نادي الزمالك ولا لا. عندك من 8 لعيبه دلوقتي صغيرين، مع طبعا محمد عاطف لسه جاي وزياد كمال، مجموعه لعيبه صغيره. انا شايف ان من وجهه نظري تحاول بقدر الامكان برضو تدخلهم في المباراه اللي جايه عشان ده يبقى السنة الجاية احنا مش عايزين نحط 1 و2 يا مينا، يبقى رقم 3. طب خليني اسألك، انت عندك اتفضل يا كابتن. يبقى انت كده عندك عناصر صغيرة تقدر تعتمد عليها السنة الجاية، وفوق ده كله وده كله كمان انت عندك عناصر كبيرة دلوقتي، خبرات كبيرة، تقدر تشوف المراكز اللي انت محتاجها وهتظهر لك. ويمكن ظهرت كتير قوي، غياب فتوح طبعا مؤثر بشكل كبير، ظهر لك ان انت محتاج حد ناحية الشمال، ممكن تحتاج حد ناحيه اليمين. وممكن لو انت مشيت بالشكل اللي جاي ده لغايه شهر 7 مثلا بالنتائج المطلوبه، وقدرت انت تقيم اللعيبه سواء على مستوى المحترفين او على مستوى اللعيبه الصغار او على مستوى الكبار، في لعيبه كتير جدا انا شايف ان انت تقدر تديها راحه برضو الفتره اللي جايه
علشان تبدا معاهم السيزون الجديد بعد تلاحم المواسم اللي فاتت دي. يعني عبد الله السعيد محتاج راحه، عمر جابر ممكن تديله راحه، دونجا ممكن تديله راحه، شيكابالا لو فتحهم دلوقتي مثلا في عمليه راحه دلوقتي، المسلوسي لو عندك فرصه انك تديله راحه تديله. طب خليني اسالك عن مسلوسي، يمكن عايز اسال حضرتك ان شاء الله الونش خلاص اللي في المراحل الاخيره هو وكابتن عبد الشافي، الونش راجع قريب جدا، الونش هيبقى عندك حسام عبد المجيد الزناري هيكون رجع، المسلوسي يفضل ثيرد باك ولا باك رايت، يلعب مساك ولا باك رايت؟ بص هو انت دلوقتي احتياجاتك كلها السنه دي اديته مساك. انت دلوقتي لما يبقى عندك عنصر مهم زي المسلوسي، انت عرفت ان هو بيلعب مساك، انت لما تيجي تكون الفرقه انا بقول لك انا هكون الفرقه على انه باك رايت يمين، وابدا احط اثنين ناحيه الباك رايت، اما اجي احتاج لمساكين يبقى انا عرفت ان عندي المسلوسي بيقدر يلعب ايه؟ باك رايت. زي عمر جابر بقى احيانا بنلعبه باك رايت، ولما بيخش في وسط الملعب كاتبندر تاني بتلاقي بتحتاجه، يبقى انت برضه شوف هتوظفه فين كاتبندر، يبقى انت هتبدا تشوف عندك زياد كمال وعندك دونجا عندك رؤى، هيبقى في تقييم عندك محمد شحاته لما تلعب. ما في الحاله دي يا كابتن هيبقى عندك المسلوسي باك رايت وعمر جابر باك رايت، وانا من وجهه نظري الاثنين ما اقدرش استغنى عنهم في ال 11 لاعب. تمام، انا بقول لك اهوت خلاص. يبقى انت لو انت قدرت تكون اربعه مساكين على مستوى عالي قوي او خمسه مساكين وحطيت المسلوسي وصنفته هو وعمر جابر كباك رايت، يبقى انت كده عندك اثنين ناحيه اليمين. يا سلام بقى لو انت موجود عندك باك رايت من الصغيرين، وانا اقول لك على حاجه، لو الاثنين موجودين وانت ما لقيتش حد من الولاد الصغيرين اللي عندك يقدر يلعب باك رايت، انت عندك محمد شحاته لما لعبها الماتشات الاخيره ظهر بشكل كويس. ده حقيقي. فبقى انت عندك عمر جابر بيقدر يلعب ديفندر ويلعب باك رايت. محمد شحاته بيقدر يلعب مركز ثمانيه وبيلعب ديفندر وبيلعب باك رايت. المسلوسي بيلعب باك رايت وبيلعب مساك. كل دي بتديك حلول. انا بقول لك محمد عاطف انت لعبته ماتشين ورا بعض باك شمال، وهو اصلا اهم ميزه فيه ان واحد هجوميه، انا بقول لك كنت متابعه مع نادي طنطا بشكل كبير قوي. يعني حتى كمان اسامه النجار راح البنك الاهلي، انا كنت من اللعيبه اللي هي كانت عامله جبهه مع محمد عاطف باك رايت وهاف رايت، كانوا عاليين قوي. محمد دلوقتي بقيت انت صنفته ناحيه الهاف رايت، يقدر يديك لو احتجته في بعض الاوقات باك ليفت يقدر يديك. فعشان كده انا بقول لك محتاج انت الفتره اللي جايه دي عصر المستر جوميز مع جهازه الفني، انك تقدر تطلع ب 22 لعيب من الاسماء الكبيره دي كبيره قوي، تقدر تعمل فرقه وتبني على الولاد الصغيرين معاهم. مش عايزين نغلط غلطه حسام اشرف يا مينا، اسامه فيصل، حسين فيصل، الناس دي لمشت، حمدي علاء، احمد عيد، عسكر، مجموعه لعيبه كانت كويسه، لكن الولاد الوقت ما خدمهمش، وكان كل مدير فني ليه وجهه نظره. انما من النهارده عندك مجموعه لعيبه، انت مجموعه اللعيبه الصغيره اللي انت اديتها الماتشين اللي فاتوا هنقول ايه؟ سابوا لك بريد. يعني انت ما حسيتش ان الولاد دي بعيده عن الدوري الممتاز، حسيت ان في فروق ما بينهم وما بين لعيبه طلائع الجيش ولا لعيبه الاسماعيلي؟ ما حسيتش. صحيح. فهي دي الفتره اللي جايه لازم يتحط بلان كبير جدا، والناس تقعد كده بهدوء تفكر. احنا النواحي الهجوميه طبعا انا متفق تماما مع اي حد. انت عندك النهارده يوسف اوباما لما لعب راس حربه ادى فيها بشكل كويس، لكن هو بيلعب 10. عبد الله السعيد بيقدر يلعب 10 وبيقدر يلعب 8، ناصر ماهر يقدر يلعب 10 ويقدر يلعب 8. يبقى انت لما تيجي تحط السنه الجايه مش هتفكر في مركز 10 نهائي، ولا متفق معايا ولا لا؟ متفق مع حضرتك. لو الراجل قلب الطريقه ل 4 2 3 1 انت عندك ثلاث عناصر بيقدروا يلعبوا في المكان ده. طب بشكل عام تقييمك ايه لجوزيه جوميز؟ تمكنه من الفوز بعدد من المباريات في ظل الظروف الصعبه، دوري استثنائي بكل ما تحمله الكلمه، ولعيبه مش في السكواد، تقييمك ليه بشكل عام؟ بص خليني اقول لك، انت لما تيجي تقيم مدير فني بتيجي تقيمه في الظروف اللي هو دخل فيها. هو لما دخل على مجموعه لعيبه في يناير وكان في ايقاف قيد، وجبت مجموعه لعيبه اللي هي كانت موجوده، ما كملتش العناصر كلها، لكن اللي خدم مستر جوميز ان مجموعه اللعيبه دي كلها مجموعه لعيبه كبيره، فكلها دخلت في وسط الفرقه بسرعه عميل. صحيح. خلي بالك كانت ممكن الظروف ما تخدموش وياخدوا وقت على ما يتاقلموا مع الفريق. تاني حاجه، لما اتحط تحت ضغط في مباراه الكونفدراليه الراجل قدر يتغلب عليها واخد البطوله. فدي كان حافز مهم جدا بالنسبه له. وتفتكر انا بقول لك ضغوط ليه؟ لان الراجل اخد اسبوع من بعد مباراه سموحه لو تتذكر معايا لغايه النهائي، كان في ضغوطات كبيره قوي عليه، انت ازاي بتالف وانت ازاي مريح اللعيبه الاساسيه وخسرت ماتش سموحه وضيعت مننا الدوري، كان في كلام كتير عليه، ومع ذلك كل ده تغلب عليه وقدر ياخد الايه؟ البطوله. لما جينا في الدوري الفتره الاخيره ماشي بشكل كويس قوي، بيجي بعض اللعيبه بيجي لها عمليه اصابه
بعد اللعيبه بتيجي تتوقف، كل ده ما كانش هو حاطط حساب. زي ما بقول لك انت، الاساس لما بتبنيه اول السنه بيترتب عليه حاجات كتيره قوي، يمكن لغايه الفتره بتاعت المعتمد الكابتن معتمد جمال هي اللي نادي الزمالك بدا يقع عليه شويه لما بدات انت تتعاقد مع اللعيبه. فعلشان كده انا بقول لك انت دلوقتي عندك حسابات كتيره قوي تقدر تفكر فيها وتبني عليها صح. طبعا ان شاء الله مع ايقاف القيد لما يتشال هيبقى عندك فرصه. انا بقول لك ان اللعيبه اللي انت كنت محتاجها في يناير لما كنت تيجي تتكلم تقول لك نادي الزمالك محتاج فرقتين، محتاج عدد كتير قوي من اللعيبه، لا انت النهارده تقدر تقيم اللعيبه اللي موجوده عندك بهدوء، مين قاعد، مين هيمشي، مين هيطلعه عاره، والعناصر اللي انت هتقدر تجيبها. يعني الاهم في ده كله طبعا الخط الامامي بالنسبه لي، انا بقول ان انت محتاج اثنين تقال قوي يقدروا السنه الجايه يلعبوا باسم نادي الزمالك اللي هو بيشارك في كذا بطوله وبيبقى عايز يقدر او دايما يبقى اثنين تسعه. قصد حضرتك؟ نعم اثنين تسعه. اثنين تسعه تروح مع الجزيره، يعني في حد هيبقى موجود ثالث السنه دي فيه في المجموعه اللي موجود. وزي ما بقول لك لو حصل نقص انت بتقدر توظف يوسف اوباما ماشي بشكل كويس، اعتقد ان هو برده ممكن يكون له دور السنه الجايه لما يساعد معاه ويتم التجديد. يعني كلام محترم جدا كابتن يوسف، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ويمكن عندنا خبر عاجل بشكل رسمي، خلاص السوبر الافريقي في الرياض يوم 27 سبتمبر القادم ان شاء الله باذن الله. باذن الله الزمالك يتوج باذن الله بطلا لهذه النسخه من السوبر الافريقي، تكون المباراه ما بين نادي الزمالك بطل الكونفدراليه الافريقيه والنادي الاهلي بطل دوري الابطال يوم 27 سبتمبر في الرياض في المملكه العربيه السعوديه. عايز اتكلم في نقطة مهمة جدا، وهو ان مجلس ادارة نادي الزمالك شغال بخطى ثابتة في كل الملفات وشغال على قدم وساق وفي هدوء تام جدا ومن غير ما يتكلم كتير، وده كان واضح في حل ازمة خالد ابو طيب. والفترة دي شغالين في كل الملفات سواء تدعيم العاب الصلاة او حتى ملف كرة القدم اللي شغالين عليه بشكل يعني مرعب، وفي سريه تامه، وده الاهم في الموضوع، السريه التامه. كانت بتقال كده كليشيه فيلم، اهم حاجه السريه التامه، كل حاجه تتم وتنتهي على خير، لان احنا جربنا قبل كده لما بنتكلم عن صفقه يعني بيبقى عليها كلام كتير وانت عارف دايما داري على شمعتك تقيد. عايزين بقى نروح لقرعه الكونفدراليه اللي اتعملت امبارح، والزمالك هيستنى الفائز من مباراه بولس الكيني والبن الاثيوبي. هنقول لحضراتكم كل التفاصيل اكتر، يعني فريق الاعداد بشكرهم شكرا جزيلا على تعبهم دايما الحقيقه، ما بيسيبوش تفصيله، فمن بدري كده فريق الاعداد قرر يجهز لنا كل الارقام عن الفرقتين اللي الزمالك هيقابل واحد منهم في دور ال 32 من البطوله، عشان كده بشكر فريق الاعداد حقهم الصراحه. تعالوا بقى نشوف أرقام عن نادي البن الإثيوبي. أول فريق معانا يا جماعة البوليس الكيني ولا البن الإثيوبي؟ تمام. تاريخ النادي 1976، ده التأسيس. البطولات الدوري الإثيوبي مرتين، كأس إثيوبيا 5 مرات، كأس السوبر 4 مرات، كأس أديس أبابا 3 مرات. صفة المشاركة وصيف الدوري الإثيوبي 2023-2024. المشاركات في بطولات افريقيا، عدد المشاركات 9 مرات، عدد المباريات 24 مباراة، فازوا في 5، تعدوا في 7 وخسروا في 12، سجلوا 30 هدف واستقبلوا 37 هدف. افضل انجاز ليهم الدور الثاني دوري الابطال 1998 والدور الثاني كأس ابطال الكؤوس 2000 و2001. افضل نتيجة فوز 8-1 على سان ميشيل يونايتد من سيشل الدور الأول دوري الأبطال 1998. المشاركات في كأس الكونفدرالية، شاركوا مرتين، عدد المباريات 4 مباريات، 0 فوز 1 تعادل 3 هزيمة. أفضل إنجاز ليهم الدور التمهيدي 2004 2021 2022. أفضل نتيجة التعادل مع إكسبريس الأوغندي في الدور التمهيدي 2004.
طيب هل لي كان ليه مباريات سابقه مع نادي الزمالك؟ ايوه، ابطال الكؤوس 2000، الدور الاول الزمالك كسب 2-1 لكابتن مدحت عبد الهادي وكابتن عبد الحليم علي. وفي المباراه الثانيه البن الاثيوبي كسب 2-1، جاب هدف الزمالك كابتن عبد الحليم علي. مين ابرز اللاعبين الحاليين في فريق البن الاثيوبي؟ عبد الكريم واركو 23 سنه، خط وسط مدافع، وميسفسن تافيس 22 سنه، جناح ايسر. طيب معلومات وارقام عن نادي بوليس الكيني. البطولات: كاس الرئيس الكيني مره واحده، صفه المشاركه بطل كاس الرئيس الكيني 2024، المشاركة في بطولات افريقية ولا مرة، مشاركات في كأس الكونفدرالية ولا مرة. أبرز اللاعبين الحاليين هم بارتيك ماتاسي حارس المرمى، عبود عمر ظهير أيسر، كينيث موجونا وسط خط وسط مهاجم، ديفيد أوديامبو جناح يمين. يعني بالأرقام والإحصائيات أنا يعني دايما بحب التوقعات، ودايما لما يكون معانا ضيوف بحب أسألهم عن التوقعات، فأنا ممكن أسأل حضراتكم توقعاتكم الزمالك هيلاعب مين، ولو أني حاسس الكفة مايلة ناحية فريق البن الإثيوبي. فرقة لعبت أكتر من مرة في بطولات أفريقية، عندها كريدت، عندها خبرات أكتر بكتير من فرقة بوليس الكيني اللي لأول مرة تشارك في بطولة قارية. طيب عايزين نطلع فاصل، ولكن قبل الفاصل خليني اقول لكابتن مدحت عبد الهادي كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن، وعقبال يا رب 100 مليون سنه. وبعد كده نطلع فاصل ونرجع نكمل فقرات برنامجكم، وعندنا اخبار بالجمله، اوعوا تروحوا في اي حته. فاصل ونواصل. صخرة الزمالك الدفاعية خلال فترة التسعينات ومطلع الألفية الجارية، لقبته جماهير القلعة البيضاء بقلب الأسد. تميز أداؤه بالحماس الشديد والروح البطولية، وكان أحد أبرز الحلول الهجومية في كثير من الأحيان تحت شعار احترس من القادمين من الخلف. هو النجم مدحت عبد الهادي، ويحتفل مدحت عبد الهادي نجم خط دفاع الزمالك ومنتخب مصر والمدرب العام السابق لفريق الكرة الأول بالنادي اليوم 12 من يوليو بعيد ميلاده 50، حيث بدأت مسيرته مع القلعة البيضاء وهو في 8 من عمره بمدرسة الكرة بالنادي، واستمرت على مدار أكثر من ربع قرن. مسيرة حافلة لقلب الأسد داخل المستطيل الأخضر بقميص الزمالك ومنتخب مصر وكوجالي سبور التركي، توج خلالها بالعديد من الألقاب والبطولات مع الفارس الأبيض، أبرزها 3 تتويجات بدوري أبطال إفريقيا، كذلك 3 ألقاب للسوبر الإفريقي، فضلا عن معانقة الدوري المصري وكأس مصر والأفرو أسيوي وإفريقيا للأندية، أبطال الكؤوس والسوبر المحلي والبطولة العربية للأندية. كما كان عبد الهادي أحد أبرز عوامل تتويج منتخب مصر بلقب أمم إفريقيا عام 1998 ببوركينا فاسو تحت قيادة الجنرال محمود الجهري، والذي كان يعول عليه في قيادة خط دفاع الفراعنة. وتميز عبد الهادي بتسجيل الأهداف الحاسمة بالقميص الأبيض على الرغم من مهامه الدفاعية، في مقدمتها هدفه الشهير في مرمى الترجي التونسي بدوري الأبطال 2002، كذلك هدفا في مرمى شوتينج ستارز النيجيري بنهائي دوري الأبطال 1996، وهدفه الصاروخي في قمة موسم 2002-2003 في شباك الأهلي، وغيرها من الأهداف المؤثرة والتي لا تزال خالدة في أذهان أنصار ميت عقبة. وشغل مدحت عبد الهادي عدة مناصب فنية بالجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، وتولى منصب المدرب العام في الجهاز الفني السابق الذي قاده أوزوريو، حيث يلبي ابن الزمالك الوفي نداء القلعة البيضاء دائما دون تردد. مدحت عبد الهادي قلب الأسد، عيد ميلاد سعيد.
اهلا بحضراتكم مره تانية من جديد. تعالوا بقى نشوف الاخبار النهارده. البدايه من نادي الزمالك اللي بيستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهه بلديه المحله. خبر بيقول يستأنف فريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا السبت استعدادا لمواجهه بلديه المحله في المباراه المقرر ليها ان شاء الله يوم الاثنين المقبل. وكان جوميز قد منح اللاعبين راحه من تدريبات امس الجمعه يعني او النهارده الجمعه عفوا من التدريبات الجماعيه بعد الفوز على طلائع الجيش في مباراته بمسابقه الدوري الممتاز. جوميز يطالب لاعبي الزمالك بمواصله الانتصارات امام بلديه المحله وقال لهم يعني لازم نكمل انتصارات في جدول الدوري امام بلديه المحله واستعد استعداد خاص لهذه المباراه. الحقيقه انه الكلام اللي زي ده بيدي طاقه ايجابيه، يمكن لو اللعيب ما عندوش الشغف انه البطوله بعيد وصعب تحقيقها، ولكن لازم نحسن من موقفنا. عمر ما كان نادي الزمالك مكانه المركز الرابع ابدا، ولكن زي ما احنا بنقول هي ظروف استثنائيه وموسم للنسيان، موسم الدوري طبعا، لكن عمره ما كان للنسيان في البطولات القاريه. تدريبات استشفائيه للاعبي الزمالك في مران الغد. قرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك خذ اللاعبين الذين شاركوا في مباراه طلائع الجيش الاخيره تدريبات تاهيليه واستشفائيه خاصه على هامش المران غدا السبت ان شاء الله. زي ما احنا قلنا نادي الزمالك بيستعد لمواجهه يعني بلديه المحله ان شاء الله يوم الاثنين المقبل. جوزيه جوميز بيطمئن على مصابين من طبيب الزمالك. اطمئن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك على لاعبي الفريق المصابين من الدكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي لمعرفه موعد عودتهم خلال الفتره المقبله. بيعاني العديد من لاعبي الزمالك من اصابات مختلفه حيث يخوضوا برنامج تاهيلي تحت اشراف دكتور محمد اسامه. يمكن الونش وكابتن عبد الشافي خلاص في الليفل الاخير كده، التاهيل الاخير، بعد كده هيروحوا ان شاء الله. كان دكتور محمد اسامه قال ان هيسافروا لالمانيا يتعرضوا على الدكتور اللي عمل العمليه، وبعد كده يبداوا يخشوا التدريبات الجماعيه مرة تانية. هيفرقوا طبعا، هيفرقوا مليون المية. شيكابالا اصابته كانت اصابة مستفزة لعبي كرة القدم، المزق ده تحس انه حاجة عايزة وقت عشان تهيل او ترجع مرة تانية منها. فشيكابالا ان شاء الله خلاص فاضل برضو في المرحلة الاخيرة من التأهيل. فيمكن جوميز اتكلم كمان انه وهو في التدريبات شيكابالا شط الهواء في التدريبات، يمكن دي اخرته شويه او زودت من المزق اللي عند شيكابالا. لكن بشكل ما الفرقه تقريبا بعد الاولمبياد اربع لعيبه هيرجعوا تقريبا بعد الاولمبياد على طول، هتلاقي ان قوام نادي الزمالك بدا مره ثانيه يبقى كامل الصفوف ان شاء الله. الونش وكابتن عبد الشافي ان شاء الله باذن الله هنلاقي شيكابالا رجع، هنلاقي فتوح كمان هيكون رجع مع زيزو مع زياد كمال ومحمد شحاته وحسام عبد المجيد. الحقيقه متفائل بالميركاتو، متفائل بالموسم اللي جاي، متفائل بالسوبر الافريقي ان شاء الله باذن الله اللي تحدد ميعاده يوم 27 سبتمبر في الرياض. زي ما احنا قلنا نادي الزمالك كبير وهيفضل كبير، وعمره عمره عمره ما وقف على حد، وحتى اللعيبه اللي مشيت عارفه ومتاكده على مدار التاريخ عارفين ان نادي الزمالك عمره ما بيقف على لعيب ولا على مجلس اداره ولا على اي حد. جمهور الزمالك دايما بيشجع الفرقه، ودايما فرقه نادي الزمالك او نادي الزمالك محتاجه جمهور يشجعها. انبسطت جدا بالعمل جمهور نادي الزمالك في المباراه اللي فاتت، والدخله اللي عملوها والزمالك والعيله وفاميلي وان فاميلي، وبعد كده عملوا دخله ل الله يرحمه كابتن احمد رفعت ربنا يرحمه. هنفضل نفتكره كل يوم وهنفضل نترحم عليه، ربنا يرحمه يا رب في الجنه ان شاء الله. جمهور الزمالك عمل حاله مختلفه،
وجمهور الزمالك غير اي جمهور تاني على كوكب الكرة الارضية. جمهور الزمالك استحمل اللي مفيش حد في الدنيا يستحمله. واي حد مكان جمهور الزمالك كان تقريبا بطل يتابع كورة. يعني شوفوا كده فرق في العالم كله. لو جمهور عدى بكل اللي عدى بنادي الزمالك ده هيبطلوا يتابعوا كورة. هتلاقي المدرجات فاضية. شفت يعني اللقطات بتاعة المباراة اللي فاتت، جمهور رايح يشجع ويساند ويقف مع الفرقة، والفريق خليني أقول إنه مش مؤهل أو مش مترشح الفوز ببطولة الدوري. هي دي عظمة جمهور الزمالك، بيروحوا بيشجعوا وبيفرحوا وبينبسطوا باللعبة الحلوة، بينبسطوا بالجول، بينبسطوا برجولة لاعبي نادي الزمالك. هو ده نادي الزمالك، مش عايزين حاجة تاني. الجمهور اللي شفتوه المباراة اللي فاتت ما راحش عشان ياخد الدوري ولا عمل الدخلات دي كلها عشان كسب الدوري ولا عمل كل ده عشان يكسب الدوري. انسى. جمهور نادي الزمالك بيروح عشان يشجع فرقته ايا كان السيتويشن او ايا كان الموقف اللي الفرقه فيه وايا كانت البطوله وايا كان المنافس، بطوله وديه. جمهور الزمالك سافر وراح مع نادي الزمالك. افريقيا بيروح دول محدش يعرف عنها حاجه بالعشرين والتلاتين ساعه سفر، بيسافر ورا فرقته. ألعاب صالات اللي بالمناسبة كنت عايز أتكلم فيها عن دور مجلس إدارة إنه شغال إزاي في ملف ألعاب الصالات، ولكن جمهور الزمالك هتلاقيه متواجد في ألعاب الصالات وحافظ القوانين وعارفها وبيتكلم وبيشجع وبيروح الصالات وبيحضر وبيفتح التلفزيون. النهاردة في ماتش هاندبول، بكرة في ماتش طايرة، بعده في ماتش باسكت. هي دي حلاوة وجمال جمهور الزمالك. كمان قبل ما اطلع فاصل عايز اتكلم عن مجلس اداره مش بس شغال وبيحل المشاكل اللي موجوده في النادي، مش بس بيدعم فريق الكوره، لا مجلس الاداره شايف ان كان في الفتره اللي فاتت دروب لفرق الصالات بنادي الزمالك، تدعيمات تدعيمات تدعيمات، مركزين مديرين فنيين على اعلى مستوى، مديرين فنيين اجانب ان شاء الله متوسم فيهم خير، السي في والبورتفوليو بتاعهم بيقول ان هم يقدروا يرجعوا نادي الزمالك تاني لمكانته. ما تقلقوش ما تقلقوش على نادي الزمالك. نادي الزمالك هيفضل طول العمر في المركز الأول وبطل بجمهوره ثم جمهوره مجلس إدارته اللي مركز كويس جدا جدا جدا، مش عشان أي حاجة ولا عشان أي مصالح شخصية، عشان بس نرفع من شأن النادي ونغير الصورة الذهنية لنادي الزمالك. ويمكن ده السلوجن اللي دايما كابتن حسين لبيب بيقولوا، أنا جاي أغير الصورة الذهنية لنادي الزمالك وأرجعها مرة تانية للي كانت فيه، لأن الزمالك أولا. كمان قبل ما نطلع فاصل يعني نقول لكابتن أحمد سليمان ألف حمد لله على سلامتك. العملية كانت من يومين تقريبا، يوم الأربع. عملية استغرقت حوالي 6 ساعات، عملية صعبة جدا جدا، ولكن أدها وقدود أبو كباتن، وإن شاء الله ترجع مرة تانية وسطنا، ترجع مرة تانية تحضر مباريات نادي الزمالك. سلامتك، ألف مليون سلامة كابتن أحمد سليمان. استأذن حضراتكم نروح لفاصل سريع جدا ونرجع نستقبل ضيوفنا النقاد الرياضيين كابتن أحمد الأحمر كابتن مصطفى هلش. اوعى تروحوا في أي حتة، تابعونا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه من جديد. اسمحوا لي ارحب بضيوف النقاد الرياضيين. استاذ احمد الاحمر اهلا بيك، منورني. اهلا بحضرتك استاذ مينا، ودايما منور. استاذ مصطفى هلش اهلا بيك. اهلا وسهلا بشادي. ايه الغيبه الطويله؟ بقالي كتير ما شفتكوش. يعني انت اللي ما مش عايز تشوفني، طب اعمل ايه طيب؟ نقول على هوا طيب؟ حابب انا على طول. طيب عايز اسالكم، نبدا مع كابتن احمد او استاذ احمد. الزمالك الفتره اللي فاتت بقى جوزيه جوميز بياخد اللي هو عايزه. أنا عايز 3 نقاط، عايز أحافظ على مركزي في الدوري، عايز أطلع. تقدم لنا الورقة والقلم، الدوري موجود ولكن إحنا بنقول إنه صعب وبعيد، رأيك إيه؟ خلينا نكون واقعيين إن المنافسة على لقب الدوري صعبة، ويمكن قلنا الكلام ده هنا معاك من فترة، إن المنافسة وأنا كنت معترض ساعتها.
صعبة، هتبقى صعبة. لكن أنا شايف إن الزمالك بيحقق مكاسب كبيرة جدا خلال آخر مباريات لعبها. زي ما أنت بتقول كده يا أستاذ مينا، إن جوميز مدرب واقعي، عارف هو بياخد من المباراة اللي هو عايزه، بياخد التلاتة بونت بيطلع بيهم بشكل كويس جدا، بيحافظ على سلسله انتصارات تتحقق في الفتره الاخيره ديت عشان الزمالك يتقدم، يكون بعد المؤجلات لما تخلص يوصل لمرحله متقدمه في جدول الدوري، يكون موجود على الاقل يعني موجود في المربع الذهبي الموسم دوت، وما ينفعش نطالب باكتر من دوت. تمام. لكن في عظمه بتحصل، انا بقول في عظمه بتحصل في الزمالك دلوقتي، ويمكن رب ضارة نافعة، اللعيبة اللي راحت المنتخب الأولمبي والإصابات اللي موجودة ديت خلت العظمة دي تكون موجودة. في مدرب أنا شايف إن جوميز قلبه جامد جريء، إن أنت تشوف كل تشكيل لكل مباراة مجموعة عناصر شابة موجودة في التشكيل الأساسي وتاخد فرصة وتظهر، ده العائد اللي هيرجع لنادي الزمالك. العائد على نادي الزمالك أنت تلاقي لاعبين ناشئين من قلب نادي الزمالك هي اللي تطلع تكون موجوده مع الفريق الاول. يعني لو شفنا تشكيل الاسماعيلي هنلاقي موجود فيه محمد عاطف واحمد مجدي ومحمد السيد وعمار ياسر ومهاب ياسر. انت متخيل معدل الاعمار نزل عامل ازاي ولاعيبه صغيره عامله ازاي؟ ده انت بتلعب الاسماعيلي مش بتلعب فرقه صغيره. ممكن تكون الاسماعيلي حاليا نتائجه متراجعه او وضعه متراجع، بس هو عايز يكسب ديربي، ده ديربي في النهايه، ده الاسماعيلي ديربي وحاجه كبيره جدا. لما تيجي الماتش اللي بعده تبص عليه ماتش طلائع الجيش هتلاقي موجود احمد مجدي ومحمد عاطف وايشو موجود في التشكيل الاساسي، غير طبعا اللي فيه بودلة والتغييرات اللي بتحصل. لا انت بتتكلم النهارده ان انت بتتكلم في 6-7 لعيبه مستقبل لنادي الزمالك. مين لفت نظرك؟ كلهم للامانه، ما اقدرش اقول على اي حد. وعجبني جوميز بعد مباراه طلائع الجيش امبارح وهو بيدافع عن محمد عاطف، لما الناس بتقول مستواه مش مستواه اولا بلعب باك ليفت، باك ليفت ومش باك ليفت اصلا، انا لسه بوظف محمد عاطف في المكان دوت، بحاول اديله المكان ده، هو مش باك ليفت يا جماعه. فبص الراجل وصل لمرحله عامله ازاي. انا شايف ان ده من مكاسب نادي الزمالك، بالاضافه ان انت تفوز الماتشين طبعا ورا بعض وتحقق انتصارات بالغيابات سواء اصابات او اللعيبه الموجوده دوت، شايف ان ده اكبر مكسب نادي الزمالك. نادي الزمالك بيحقق مكاسب كبيره جدا ممكن الناس مش تكون شايفاها مش واخده بالها، لكن الزمالك في المستقبل القريب وليس البعيد هيجني ثمار ما يحدث الان، ولازم نحافظ على دوت. لازم اللعيبه دي تاخد فرصه، دي فرصه كبيره جدا في الفتره الحاليه، ندعمهم نديهم ثقه. نادي الزمالك انا شايف ان مستقبل نادي الزمالك سيكون افضل، ولو بسيط مقارنه بالفرق اللي بتنافس على الدوري دلوقتي الاهلي وبيراميدز، معدل اعمار نادي الزمالك منخفض جدا جدا جدا. حتى المصري اللي هو موجود في المركز الثالث، مودرن سبورت اللي موجود في المركز الرابع، لما تيجي تبص الانديه دي كلها اللي بتنافس الاربع اوائل الموجودين في الجدول الدوري معدل اعمارهم عالي. الزمالك باللي بيحصل النهارده، الزمالك رابع دلوقتي؟ الزمالك لا مش رابع، سابع بس لسه، بس لو كسب مؤجلاته يدخل، كسب مؤجلاته يدخل تاني، يدخل تاني. طيب استاذ مصطفى، هل تتفق مع طريقه جوزيه جوميز بالدفع باللاعبين الصغار؟ ودي هل هربطها بسؤال ليك ثاني، الميركاتو الجاي هل بعد ما شفت اللعيبه اللي موجوده دي وجهتك اتغيرت عن الميركاتو لو طالب حاجات معينه بعد الكام لعيبه اللي شفتهم دول، لا احنا ممكن نقلل سقف مطالبنا شويه؟ بص خلينا متفقين ان جوزيه جوميز نجح في الفتره الاخيره في تحقيق هدفين هو عايزه، جمع نقاط بحيث ان هو يقدر يحقق مركز متقدم وحاسم من ترتيبه، وفي نفس الوقت يبدا يجرب لاعبين صاعدين زي محمد عاطف اللي هو اكتر لعيب استخلص كرات على الرغم من ان هو بيلعب مش في مركزه، احمد مجدي مساك بصراحه خامه مبشره جدا وعنده لمسه بتفكرنا كده باللعيب بتاع زمان اشرف قاسم، تميد جمال كورته كويسه على الرغم من الهدف العكس اللي هو سجله ده، اتمنى ان هو ما ياثرش على مسيرته اللي جاي. احنا دلوقتي بنتابع اليورو شايفين 11 هدف من اهداف عكسيه كلها لمدافعين كبار زي، هو بس لو كان خد خطوه بدري شويه كان شال الكره لبره، بس ده وارد طبعا لسه هيكتسب الخبرات. حازم اسامه برده كان مفاجاه من مفاجات جوزيه جوميز في مباراه الجيش، بصراحه خامه كويسه ولاعب مهاري، هو جاي من الاتحاد، لاعب عنده امكانيات ان شاء الله نعول عليه الفتره اللي جايه. ايه رايك فيه؟ لعيب موهوب عنده الثقه، بس يمكن محتاج شغل بدني كويس. هو كمان ابوه كان لعيب كوره وكان مهاجم في الاولمبي اسامه عرقص، فالولد في مواليد 2003 كان مسمع جدا في اسكندريه في الاتحاد، فان شاء الله يكون خامه مبشره ويكون مفيد جدا لنادي الزمالك في الفتره اللي جايه مع اكتساب الثقه والخبرات. السؤال الثاني بتاع الميركاتو القادم، لما شفت اللعيبه الناشئين دول شايف ان انت لو كنت محتاج اكس عدد اكس من اللعيبه في الميركاتو، لا الاكس دي قلت شويه، اكس ناقص 2 مثلا؟ بص طبعا هو اللاعبين الناشئين لما بيخشوا كفريق اول
اللي بياخدوا وقت عبال ما يبقى فيه انسجام او ياخدوا بقى الخبرات او كده. ده ما يغلقش طبعا عن القوام الرئيسي للزمالك اللي دلوقتي بيتكون بوجود بعد الميركاتو الشتوي ناصر ماهر وعبد الله السعيد، المستوى الكبير قوي اللي بيقدمه عبد الله السعيد في وسط الملعب وتاثيره الهجومي في عدد الاهداف، يمكن ثلاث مباريات واخد احسن لاعب فيهم. لكن برضو اللاعبين الشباب لازم يعني يثقل الفريق بلاعبين خبرات، مش بس شباب، لازم يكون مزيج ما بين الخبرات وما بين الشباب. كان عندك رد لما سالت كابتن مصطفى عن حته اللعيبه والميركاتو، كنت بتعمل لي سؤال كده. سؤال حلو قوي. ما سؤال حلو، انا عايزك بقى حاسس في وجهه نظر مختلفه. لا لا بالعكس خالص، ده انا بتفق معاك تماما جدا. اللي بيحصل في نادي الزمالك دلوقتي اللي هو انا قلته المستقبل القريب لنادي الزمالك، هتيجي تخش الميركاتو الجاي، الميركاتو الجاي وانت فكر كويس، هتجيب بقى اللعيب اللي هو التقيل. لا افكر كويس. طب ما تيجي نحط امثله، الزمالك كان محتاج اماكن ايه؟ ايه البوزيشن الزمالك كان محتاجها؟ محتاج في مركز السيرد باك. لا الكلام ده من شهرين، يعني من شهرين كده انت كنت بتبص قبل ما تشوف ال 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 لا الزمالك من في الميركاتو ولا من شهرين؟ لا يعني قبل ما تشوف اللعيبه الناشئين. الزمالك كان محتاج ايه؟ محتاج سيرد باك، محتاج باك رايت، محتاج باك ليفت، محتاج ديفندر. خلي بالك يعني هو انت بتلعب بدونجا وهو برضه مش محتاج انت محتاج هافات، محتاج في كل مركز في الملعب. هافات ها؟ مش هو واحد. لا 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 هافات، لا لا فريق نادي الزمالك بيلعب كمية مباريات كبيرة جدا في السنة وعنده ضغط كبير جدا سواء ما بين الدوري او افريقيا او بس برضو انت لو مدرب وعندك واحد هاف يعني مثلا اشرف بن شرقي لو كان موجود مثلا ومعاه هافين تاني انت كنت تلعب اشرف بن شرقي طول السيزون. مش مشكلة، بس طول ما انت بص في وجهة نظر، يمكن انا برضو هعلق على حازم اسامة وجهة نظر قالها كابتن طارق السيد. طول ما في يعني بيقولها دايما، طول ما في اللعيب بيدبدب وراه لعيب تاني اللعيب ده هيفضل محافظ على مستواه والتاني هيفضل ماسك عاوز يمسك في الفرصه، فطول ما في منافسه في المركز صحيح طول ما انت هتحافظ على المستوى. صحيح. حازم اسامه دوت من سنتين او ثلاث سنين كابتن طارق السيد كان مدير فني لنادي النصر وطلبوا اعاره من نادي الاتحاد السكندري، وقال قال لي قال انا بشكل شخصي قال لي اعاره فلسطين يعني طارق من سنتين يعني كان عنده كام سنه؟ يعني هو ولد 2003 2003 يعني كان يعني 19 سنه تقريبا او حاجه زي كده يعني او 18 سنه طلبوا عايزه فريق اول وقال لي اللعيب ده لعيب كويس ومستقبل، طلبوا اعاره كان عايزه هو مدير فني نادي النصر كان عاوز يجيبوا اعاره. فانا بتفق مع استاذ مصطفى ان فعلا حازم اسامه ده خامه كويسه جدا، طارق السيد عينه كويسه. فنروح للحته اللي احنا بنتكلم فيها، الزمالك هيخش الميركاتو القادم انا بقول لك حاطط رجلي على رجله، هيعرف ينقي كويس، هيعرف يجيب اللعيب بدل ما اجيب خمس ست لعيبه اوزع مثلا لو انا هحط ميزانيه سي 10 جنيه عشان اجيب خمس ست سبع مراكز، لا انا بعد اللي بيحصل ده انا ممكن احط ال 10 جنيه عشان اجيب لاعب او اثنين سوبر السوبر هركز والباقي بقى. لو انا عندي لعيب انا عندي البديل بتاعه ناشئ اشتغل عليه واديله اشتغل عليه وخد الفرصه خلاص. انت النهارده لما الدوري يخلص اقل ناشئ من دول هيبقى لاعب 10 ماتشات، ودلوقتي احنا شايفين برضو في اليورو لان اليورو واخد خاطف الانظار كلها. مفيش بقى حاجه كل حاجه بالظبط كده، مفيش حاجه اسمها سن خالص. انت بتتكلم عن حازم اسامه ده مواليد 2003 يعني 21 سنه، احنا بنشوف ده عجوز بالنسبه لامين يامال. لامين يامال بيعمله كوبي ماينو في منتخب انجلترا، بلينجهام في انجلترا. انت بتتكلم بقى مفيش برضو في حاجه ثانيه السن، يعني شفنا عبد الله السعيد برغم ان هو 39 سنه شايفين اداءاته في الملعب عامله ازاي. بيبي في كاس العالم مع البرتغال بيقدم مستوى ما قدمهوش وهو عنده 22 سنه، فالسن مش مقياس تماما لمستوى الكواليتي بتاعه اللعيبه اللي بتقدم دلوقتي المردود الايجابي. يعني كنت حاجه بتكلم فيها في الانترو ومش عايز احسد الولد لامين يامال، كنت بقول للناشئ اطلع جز في الملعب، انت خدت الفرصه كل النجيله، في حاجه مختلفه 16 سنه هنا و20 سنه هنا، في فرق المنتل في الدماغ مرعب. هو لامين يامال دي قصه بصراحه يعني انت مش قادر تصدقها اللي بيحصل ده. انا ما شفتش لاعب عنده 16 سنه بالثقه دي بالقرار ده في الملعب بالامكانيات دي. 16 سنه مش معقول، احنا عندنا 16 سنه ده، احنا عندنا 25 سنه يقول لك لسه اللاعب الصاعد الناشئ. لا اصبر عليه، في 28 سنه مش اصبر عليهم. الاكاديميه بتاعت برشلونه وعلاقته بميسي انا حاسس انها قصه اسطوريه كده، يعني مش قابله للتحقيق ان احنا نصدقها. يعني بصراحه لامين يامال عامل شغل عالي جدا في اليورو بصراحه. دي الجراه اللي كنا بنتكلم عليها، ان تاخد جراه القرار في الاعتماد على اللاعب.
انك لاعب الاسماعيلي. لا بس انا ومعايا لامين يامال مش محتاج غير القرار، مش محتاج افكر. لا لا بص، مش دروس تنميه بشريه هلاعبه، هلاعبك يا باشا. لا لا بص، يمين يامال لاعب 16 سنه برضه، دي تحسب لفيونتي طبعا. لا يعني انت بتتكلم يمين يامال دلوقتي، انت بتتكلم عليه دلوقتي بالمنظر اللي احنا شايفينه، لكن لما اتخذ قرار اول مره يلعب برشلونة. في برشلونه هو ده كان القرار. صح، ده كان قرار المدرب بقى الجريء هنا، ان انا هعتمد على اللعيب دوت، مش هبص الفرق السن خالص، هو صغير كبير مش فارق معايا. ده كان اتخاذ القرار من البدايه مش دلوقتي. هو خلاص ما هو خد القرار في برشلونه ولعب وخلاص واتهرس في برشلونه، زي ما احنا بنتكلم على احمد مجدي النهارده. احمد مجدي انا بقول لك مكسب، الجون اللي جابه احمد مجدي في نفسه ده هيبقى سبب ان احمد مجدي يبقى مدافع كويس. ليه بقى؟ انا لعبت قدام الاسماعيلي خط الخضه ولعبت فريق اول، جبت جون في نفسي، مش هعمل حاجه تاني، مش هغلط تاني، مش انا جبت جون في نفسي مش هغلط تاني خلاص. فانا خايف ليه؟ ومن حسن حظ الزمالك ان المباراه انتهت بفوز الزمالك، وده مهم جدا نفسيا بالنسبه له. ايوه، فخلاص احمد مجدي انت كسبته للمستقبل اللي جاي، ما عنديش اخطاء اعملها. جمهور الاسماعيلي لعبت قدام اسماعيلي، لعبت ده وممتاز وماتشين ورا بعض وجبت جون في نفسي، الا غلطه تاني مش هغلط تاني خلاص. فانت بتبدا الماتشات دي هي اللي بتبدا تدي الثقه. فانا بقول لك انا مبسوط جدا جدا جدا، يمكن انا مجهزها، لان انا الموضوع تشكيل الاسماعيلي وبعدين تشكيل. على فكره الماتش الاسماعيلي ما اتفرجتش عليه لايف، اتفرجت عليه في اعاده. يعني ما اتفرجتش عليه وهو ساعه البث المباشر، اتفرجت عليه في الاعاده عشان تركز بقى، عشان اركز. لا، لان عدد اللعيبه اللي موجود في الملعب صغيرين او ناشئين، المفروض لعيبه كبار يعني، ما بس احنا لسه بنقول عليهم كده. لا، يخليك ان انت تتفرج على الماتش، تشوف اللعيبه دي عامله ازاي، جرأة المدير الفني ان هو ياخد القرار ويلعب بالكلام ده وكله. لا، حاجه تحسب ليه، حاجه تحسب للمدير الفني، حاجه تحسب لقطاع الناشئين في نادي الزمالك، ان هو عنده مجموعه لعيبه تقدر ان هي تصعد في اي وقت للفريق الاول، يكون دعم للفريق الاول. حاجه هيستفاد منها مجلس اداره نادي الزمالك في الميركاتو القادم. انا شايف ان نادي الزمالك هو المستفيد الاول والاخير مما يحدث حاليا. حتى اللعيبه اللي مش موجوده معايا، انت لو لاحظت حاجه، مين اللعيبه اللي مش موجوده معاه؟ حسام عبد المجيد، مصطفى شلبي، شحاته، شحاته، زياد كمال، زياد كمال، زيزو شويه كبير. الاربعه ايه؟ كانوا صغيرين. الاربعه ايه؟ صغيرين في السن برضه. رايحين مع المنتخب الاولمبي. حتى معدل الاعمار اللي اتكلم عليها كابتن احمد دي مهمه جدا، لانه انت تبص كمان 3 4 سنين فعلا هتلاقي انت عندك كل الشباب اللي انت بدات تعتمد عليهم وهم صغيرين دول، هم طالعين منتخب اولمبي، فبالتبعيه هيبقوا منتخبنا الوطني. دي اللي احنا عارفينها، جيل بيسلم جيل. الزمالك الفتره الجايه كمل بنفس النهج، حتى لو اللعيبه رجعت مصابين خلاص. ونش طبعا، كابتن ونش وكابتن عبد الشافي اول ما يرجعوا لازم تديهم، عشان يعني كفتره اعداد. ولكن شيكابالا هيرجع، الونش، عبد الشافي، زيزو، زياد كمال، محمد شحاته، حسام عمي، كل اللعيبه دي هترجع. لو ما كان جوزيه جوميز، يلا نلعب زي ما كنا ولا لا؟ انا عايز اشوف الشباب تفضل تكمل والناشئين تلعب واديهم فرص، بما انه الدوري خلاص. طيب، هو ناخد من كلامك بما ان الدوري خلاص، فهو هيبدا يستكمل مباريات الدوري بنفس الطريقه اللي هو ماشي بيها دلوقتي، ان هو يدفع بالناشئين، لكن مع مباريات الكاس بعد مباراه بروكس ان شاء الله، في حال ان شاء الله الزمالك يتجاوزها، دي بطوله مهمه بالنسبه له، فلازم يرجع للقوام الرئيسي للفريق. يعني ان شاء الله محمود الونش لما يرجع بالسلامه اكيد مركزه محجوز، يعني ان شاء الله مع حسام عبد المجيد بعد ما يرجع من الاولمبياد. مع حسام عبد المجيد مش مع مسلوسي؟ مع المسلوسي طبعا. يعني لا، انا عايز يعني هتلاقي بس مساك. انا يعني نتمنى ان شاء الله ان حسام عبد المجيد بعد رجوعه من باريس يكون بقى خلاص توهج بقى ويكون امكانياته عاليه، ونستفاد من المسلوسي في حته باك اليمين، يعني ده مركزه الاساسي والرئيسي. صاحب عمر جابر متالق. بص والله، بص طب ده كل دي شخصيا دي كلها، انا ما عنديش اجابات للاسئله دي على فكره، دي كلها حاجات تبسطنا، لان يبقى الزمالك كده دلوقتي عنده وفره. عمر جابر دي احلى فورم ليه اخر 10 سنين تقريبا، عنده خيارات متعدده يقدر يختار ما بينها، عكس قبل يناير مثلا. فدي كلها دي حاجات ايجابيه مش حاجات سلبيه ابدا يعني. طيب كابتن احمد، بص ازاي نفس السؤال، مسلوسي ان شاء الله الونش يرجع، ونش مسلوسي ولا ونش حسام عبد المجيد؟ بص، هي الامنيات حسام عبد المجيد والونش لمصلحه الكره المصريه ومنتخب مصر ونادي الزمالك. تمام، لكن الواقع المسلوسي والونش. المسلوسي بيقدم اداء عظيم جدا جدا جدا، لاعب جيد، ممكن يكون اول ما جينا للزمالك كان في بعض التحفظات عليه، لكن المسلوسي كباك رايت لكن لما تم توظيفه في مركز المساك انا اعتقد هو بيقدم اداء عظمه جدا، وغيابه خساره نادي الزمالك، رغم ان هو هيكون انت بتفاضل ما بين حسام عبد المجيد والونش، بس
الهارموني بتاع خط الظهر والدفاع والشكل اللي انت بتلعب بيه دلوقتي. اعتقد لو الونش رجع ربنا يعافيه بالسلامه طبعا ان شاء الله ويرجع يعني حاجه يعني الماتشات الاخيره يبقى الونش والمسلوسي. لان موضوع عمر جابر يمشي من المركز الظهير الايمن صعب قوي. عمر جابر فعلا فعلا في 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 مراحل مراحله كلها بيقدم اداء رائع في مركز الظهير الايمن. ويمكن عمر جابر تقريبا مع الكابتن حسن شحاته تقريبا في منتخب مصر لعب باك ليفت كان في ماتش ودي مع كوريا او في كذا مره حاجه زي كده كان اضطراري ولعب باك ليفت. وكانت بدايه ان عمر جابر توظف في المكان ده اللي هو الباك ليفت او الباك رايت. فعمر جابر انا شايف ان هو بيؤدي اداء جيد جدا. بدا يتوهج في المكان دوت تضحيه بيه صعبه لكن ممكن يوفر له بديل قوي يعني يكون موجود له بديل قوي ومع ان يكون فتوح يرجع وعبد الشافي يكون موجود مع محمد عاطف اللي انا شايف ان هو مستقبل هيبقى في الحته دي كويس جدا لما يبدا ياخد ماتشات وياخد خبرات ممكن توظفه بشكل كبير جدا في المكان دوت. فاعتقد ان انت هتكون عندك تشكيله كويسه جدا تقدر تعملها. لكن بختلف في حته ان بعد اللعيبه ما ترجع من الاولمبياد هيرجع يلعب بتشكيل اساسي هتبقى صعبه لانه هيكون الدوري خلاص بينتهي. فاعتقد ان هو اللعيبه اللي هترجع من الاولمبياد هتبدا تاخد فتره راحه يعني هو هيديهم فتره راحه. فين فتره راحه؟ احنا عندنا انت مفيش راحه. ما هتبقى دي بقى فرصه ان هو يديهم فتره راحه. فتره راحه في الماتشات السوبر افريقي 27/9 خلاص 27/9 ما اظنش انها تبدا تساعد واحد ماتشات بعد الاولمبياد هيديهم واحد ماتشات بعد الاولمبياد ويكمل. طيب انا عندي سؤال بس عشان لما نسكيب موضوع المسلوسي. المسلوسي راح تونس منتخب لعب باك رايت جه هنا ثيرد باك هيروح منتخب ثاني هيلعب باك رايت ده مركزه الاساسي طول عمره. هو انا شايف انا عارف اختراع يا كوتش هو ده اختراع يا كوتش. انا شفت المسلوسي بيأدي يعني انا بالنسبه لي تقول لي المسلوسي يلعب باك رايت ولا مساك؟ لا هو قاعد في المساك عشان في تونس عندهم حته المساكين دي كويسين قوي. طب اقول لك على حاجه مشكله في الباك رايت صدقني المسلوسي يلعب على المساكين اللي عندهم. انا شايفه لعيب كويس مساك اكتشاف في الحته ديت صحيح. طيب نرجع لحتة الدوري وفترة الإعداد تخلص إمتى قبلها عشان عايزين نخش على منتخبنا الوطني. اللعيبة تريح إمتى؟ فترة الإعداد إمتى؟ كأس مصر؟ سوبر أفريقيا؟ في دوري؟ في دور التمهيدي كونفدرالية؟ بيخلص؟ نقوم إحنا لاعبين على طول الدور ال 32 عفوا مش دور التمهيدي. إمتى اللعيبة ترتاح؟ وإمتى الهارموني اللي أنتوا بتتكلموا عليه بتاع اللعيبة بتاعة الميركاتو اللي داخلة وجوزيه جوميز يعرف هيعمل إيه؟ هو إيه؟ بصراحة النهاردة تحديد ميعاد السوبر أفريقي بدري جدا في شهر 9. أنا أعتقد إن المباراة الدوري مباراة الدوري هتنتهي ممكن نلعب بس مباراة بروكسي ونكمل الكاس كالمعتاد في الموسم اللي بعده. أنت كده هتريح إيه؟ هتريح شهر؟ مفيش شهر. مفيش شهر لا عشان تنهي الدوري في الراحة هتبقى 15 يوم تقريبا من الدوري. أنت هتبدأ تعمل فترة إعداد عشان تسافر ولا راحة عن الدوري الجديد؟ لا مفيش فترة إعداد انسى مفيش فترة إعداد بقى انسى. هو و15 يوم ما هتفصل ما بين دوري هتحضر الشنط وتطلع السعودية تلعب السوبر أفريقيا على طول. مفيش فترة إعداد السنة دي الدوريين هيلحموا في بعض. ده كده المنتخب أنت مطالب إن الدوري يخلص بدري لسبب. كأس الأمم الأفريقية إمتى؟ 12 لا كاس الامم الافريقيه في شهر كام؟ 12/24 لا في شهر 6/2025 لا انا مش في عارف. المغرب في المغرب لا لا 12 كاس الامم الافريقيه يا جماعه 12 اتاكدوا لنا برضه 12/2024 اعتقد 12/2024 وده هيبقى مشكله طبعا كابتن حسام حسن. انا بقول لك وفي تصفيات افريقيا في تصفيات افريقيا كاس عالم كاس امم كاس امم كاس امم وفي تصفيات كاس عالم في يناير تقريبا او مارس المقبل تقريبا في مارس بدايه بطوله العالم للانديه في شهر 5 وبطوله العالم للانديه كل دي رسوبات دوليه كونفدراليه دوري ابطال وكونفدراليه دوري ابطال اولمبيكس ربنا يكرمنا ونوصل نهائيات. فانت انت عندك اجنده مزدحمه مع الاجنده ديت لازم هتلحم الدوليين في بعض مضطر عشان تظبط اجندتك الدوليه دوري المجموعتين بالظبط هو ده اللي هيفرق بقى ده اللي هيخلص لك كل حاجه. دوري المجموعتين لما تقسم الدوري المجموعتين هيبقى 9 و9 هتلعب 16 جوله 16 جوله او 17 جوله حاجه زي كده هتلعبهم 16 جوله يبقى رايح جاي 16 جوله وبعد كده تعمل مربع ذهبي لو عاوز تعمله رايح جاي برضو ادي 6 جولات لو مش عاوز تعمله رايح جاي يبقى 3 جولات يعني الموضوع كله يخلص في 22 اسبوع 22 اسبوع باقصى حاجه ممكن توصل 22 اسبوع
ده الحل عشان تخرج من الازمه وتبتدي الدوري بتاعك بقى صح، وهتبقى براحتك يعني وكده يخليك تبدا متاخر براحتك، تبقى براحتك فرق، تبقى براحتك كل حاجه. هتخلص امتى؟ شهر كام مثلا؟ ستة اخر ستة. بص بقى دي النقطة المهمة، ان انت هتتجنب تلعب الدوري في شهر 7 و8 اللي هو عز الصيف اللي فيهم الازمة. هتتجنب تلعب الدوري في التوقيتات ديت كمان. بس احنا بقالنا فترة بنتكلم اجازة بقالنا فترة بنتكلم على نسخة استثنائية، خلاص هي لازم نسخة استثنائية الموسم اللي جاي، وفي شبه اتفاق او اجماع على ان الموسم الجاي يتلعب. شكلك عندك معلومة. مش معلومه، لكن ده الاعتقاد السائد عند الكل والرضا التام ان خلاص لازم يتطبق النموذج البلجيكي، انك تلعب وبعد كده تلعب بلاي اوف زي ما المغرب دلوقتي بتلعب. دي بقى السؤال اللي كنت هساله لكم دلوقتي. لا انا ما بسالنيش عشان انا كنت هسال. بص لي مستني اللحظه دي. ماشي مش مشكله. السؤال بتاع كل حاجه. اسالني مش مشكله. يلا ايه رايكم في تجربه الدوري البلجيكي؟ هو ايه احنا بنتكلم في نسخه استثنائيه ولا نسخه استثنائيه لازم تولى نكمل؟ لا لا دوي مجموعتين. المجموعتين ده اتلعب قبل كده ولا نظام الدوري البلجيكي؟ انا شايف من وجهه نظري دوري بلجيكي لا يصلح. خد بالك احنا هنخش في ما يحققش العداله، هنخش في جدال صعب. لا اقول لك ليه، لانه هتيجي القرعه عايز اقول ايه. طب ازاي ما بيحققش العداله؟ طب احنا بنتناقش. ما انا هقول لك انت على الاقل كل فرقه هتلاعب بعض، انما لما تعمل مجموعتين في فرق مش هتقابل بعض. هقول لك حاجه. طيب انا بص بدايه الجدال هجيبها لكم بدري جروب ايه وجروب بي. تمام. جروب ايه الزمالك اسماعيلي، جروب بي اهلي بيراميدز. هيجي يقول لك ايه المجموعه دي؟ دي معاك. طب مجموعه فرق كلها مش متكافئه، ايه ده انا في مجموعه الجحيم، ايه ده انا في انت تاخد الدوري مستريح. ما هو ما فيش حاجه. وتجربه المجموعتين ما كانش كان نظام فاشل وما كانش حد حبه. لا أصلاً. اقول لك حاجه، ما هي لو اتحط لها كرايتيريا او اسس معينه في حل التصنيف بقى او ترتيب الموسم اللي فات، يعني اول وثالث ثاني يعني ورابع، يعني تاخد الفردي مجموعه والزوجي مجموعه اللي نهوا الدوري السنه دي فردي. يعني الزمالك لو فنش ثالث يبقى هو لو الاهلي في مجموعه واحده. لو الاهلي ده سؤال بقى ايه بقى، يعني لو الزمالك اول، لو الاهلي يعني دلوقتي لو الاهلي كسب مؤجلاته هيبقى الاهلي اول والزمالك يخش ثالث. والزمالك وارد على وارد ثالث. هيبقى مجموعه جروب مجموعه واحده. سؤال مش بريء ده. لا مجموعه واحده. مجموعه واحده يا اما تعمل قرعه مفتوحه، يعني تعمل قرعه مفتوحه انت وحظك بقى، ممكن تلاقي الاهلي وبيراميدز والاسماعيلي والمصري. ما هو القرعه المفتوحه دي وارد جدا، هي 50-50 تلاقي مجموعه واحده فيها زمالك اهلي بيراميدز اسماعيلي والاسماعيلي والمصري. نسخه استثنائيه لو هنعملها دوري مفتوح، بس ده فير. يا اما تعمل نظام فردي وزوجي الاول والثالث. طب ما هو الدوري من دور واحد. الدوري التونسي بيتلعب دلوقتي. طب دوري من دور واحد. من دور واحد بالظبط، والتسعه اللي فوق يلعبوا مع بعض والتسعه اللي تحت يلعبوا مع بعض. القرعه تبقى على الملاعب مش على بالظبط. لا 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 استاذ مين بيتكلم في حاجه ثانيه خالص، حاجه ثالثه، مش النظام الدوري البلجيكي. لا مش ده نظام الدوري التونسي. هو دور واحد فقط لا غير. انا وبعد كده ونعمل قرعه على الملاعب، يعني الزمالك بيلعب بلديه المحله نعمل قرعه انهي ملعب. انا بتفق معاك. دور واحد بس والاول يبقى البطل خلاص. فير بلاي، انت بتلعب كله بيلعب كله. انما نظام الدوري البلجيكي كمل بقى. طب لا لا نظام كمل اعمل ايه تاني بعدها؟ هتلعب التسعه اللي فوق، التسعه الاوائل، مرحله الاوائل زي الدوري التونسي دلوقتي. العبهم ايه بقى؟ يلعبوا مع بعض مجموعه هيطلع بالنقط بتاعته. ماشي. احنا عندنا كام فرقه؟ احنا 18 18 17 جوله. 9 و9 الدوري خلص 17 جوله. 17 حط عليهم 9 9 26 26 جوله. 26 وفرت. انا معترض على النظام ده لسبب، هتلاقي الاول والثاني والثالث وبقيه الفرق ما بتلعبش خلاص. ما هو انا مش ههبط ولا هصعد ولا هفوز بالدوري ولا اي حاجه. من الرابع مثلا للتاسع هو ما عندوش هدف من المشاركه. انت عندك الموسم هو نسخه استثنائيه. لا بس ليه ما نلعبش؟ يمكن ربنا يكرمني اكسب فرقه كبيره واتعادل مع فرقه ثانيه. ولا هتفرق حتى ادارات الانديه مش هتفرق معانا. قعدت في الدوري، خلي بالك، خلينا نبقى واقعيين بس يا استاذ مينا. تمام. اللي بينافس على الدوري المصري اهلي وزمالك، خش معاهم بيراميدز. تمام. بقيه انديه الدوري عايزه تقعد في الدوري او في المربع الذهبي، محدش بهدفه ايه؟ عايز اكل عيش. عايز اكل عيش. تمام. فعشان نعمل النظام ده مش هيمشي معانا. وبنشوف احنا بنشوف في دوري المحترفين والكلام، التجربه السنه دي انا معترض عليها من بدايه الموسم واثبتت دوت. لقيت فرق ما مش في دماغها، فرق مش في دماغها اصلا. عشان انت جوه الموضوع عارفه. حاسه النصر دوري المحترفين. فرق مش في دماغها في الدور الثاني. خلاص ما انا ولا ههبط ولا هفوز ولا هتاهل للدوري الممتاز خلاص بقى. وبدا يعمل مشاكل مع لعيبه، وبدا يخصم مستحقات، وبدا ما يحطش مكافئات. انا مش عايز اكسب اصلا، ولا عايز اسافر، ولا عايز اروح العب. تمام. لكن فكره اللي انت قلته دوت ان هو دوري من دور واحد، ده حل. ايوه احنا موسم استثنائي خلاص. صح. على فكره دوري من دور واحد دي ممكن تتفاجئ ان في بطل الدوري، يعني ما هو الدور الاول بيخلص
احنا لسه ما فوقناش. لا هو الدور الاول بيبدا مرخومه في افريقيا احنا لسه ما خلصناش الدور الاول يعني فاهم. فلسه ما فوقناش من حاجه. احنا الفرق هنا اللي بتخش افريقيا انا عايز اخلص افريقيا بعد كده افوق لكم استنوني عشان في مدعكه رايح راجع اجي لكم. فدوري دور واحد ده احنا ممكن نلاقي فرقه مركزه يعني في فرق ام في الدور الاول هيبقى ليك السبب في النظام ده لانه لم يعرض من قبل تماما يعني أنا اول يعني مره نسمع اصل هو دوري من دور واحد انا شايف ايه المشكله فيه. طيب خلاص نعمل قرعه على الملاعب وعليا وعلى اعدائي يعني انا خلاص هي قرعه بس يا اما ماتش وماتش. لا لا قرعه هتظبطها ازاي مش هتعرف يعني. هو احنا عندنا نادي في مصر عنده ملعب احنا لو لقينا بس هو انبي والمقاولين العرب تقريبا اللي عندهم ملعبين بس. في حد تاني عنده ملعب في مصر؟ كله بيأجر. يبقى كل نادي انت عارف ان انت مثلا هيتحسب لك مثلا 19 انت بتلعب كام ماتش؟ 17 ماتش صح؟ 17 يعني قول 8 جوه ملعبك و8 بره ملعبك في بدايه السنه. ما انت ما تعرفش في بدايه السنه تعمل حاجه زي ما كنت بتدفع فلوس الحكام مقدما كل نادي هيتحدد له مثلا مليون جنيه ثمن الملاعب ايجار الملاعب هتدفعهم في بدايه السنه ونعمل قرعه على الملاعب زي ما انت قلت وملاعب موجوده لان ما حدش عنده ملعب اصلا. الاتحاد يمكن عنده استاد اسكندريه برضه بس ما فيش حد عنده ملعب برضه. اي قرعه على الملاعب والعب بقى ملاعب بحيده. انا شايف ان ده اقتراح بصراحه في النسخه الاستثنائيه لو هنقول ان دول مجموعتين الموضوع يعني هتلاقي دور اول خلاص انت مثلا الزمالك هيلاعب الاهلي هي فرصه واحده اللي هيكسب فرصة واحدة. ركز هو دوري استثنائي احنا قلنا دوري استثنائي من الاساس وعايزين نخرج من المشكله اللي احنا فيها ان شاء الله باذن الله. استاذنكم نطلع فاصل فاصل سريع ونرجع مره ثانيه وتروح في حته. كابتن احمد منتخبنا الاولمبي الى الاولمبياد انا شايف ان لا مش بقول لك محضر اسهل نسخه ان مصر تقدر تعمل حاجه في الاولمبياد اسهل نسخه. معظم المنتخبات لو شفت القائمة المعلنه تقريبا كلها بنفس الظروف بتاعتك محدش راح باللعيبه الكبار عشان اليورو وخلص عليهم وكوبا امريكا والاستعدادات كوبا امريكا والاستعدادات لانطلاق الدوريات الاوروبيه. فكل واحد شبهك كل واحد بنفس الظروف بتاعتك رايح لعيبه المنتخبات الاولمبيه بتاعته. وتقريبا المنتخبات الاولمبيه في الدوره ديت مش زي السنين اللي فاتت. يعني مثلا كنا بنشوف السنين الدورات اللي فاتت في المنتخبات الاولمبيه بنلاقي لعيبه عتاوله طالعين. حتى العتاوله اللي ممكن نقول عليهم مثلا زي بتوع منتخب اسبانيا مش موجودين برضه. تمام؟ فانا شايف ان دي فرصه ذهبيه لمنتخب مصر ان هو يقدر يحقق نتيجه كويسه. منتخب جيد المنتخب المصري اللي موجود منتخب جيد في عناصر كويسه. انضمام احمد سيد زيزو مش عشان هو لعيب من الزمالك شايف ان هو مكسب للتواجد مع المنتخب لعيب كويس جدا. محمد النني شويه عندي تحفظ على تواجده مش شويه شويات كتيره جدا لكن في النهايه هو قرار المدير الفني ميكالي هو اللي هيتحمل نتيجته. بس هو برضه راجل مجبر يعني ايه؟ راجل مجبر يعني ما حط لستة هو ضم النني عشان احتياجه اللعيب ديفندر في نص الملعب ولا عشان ايه بالظبط؟ خبره ولعيب كبير وتفندر ولعيب كويس. طب ما ممكن تاخد لعيبه ثانيه في نص الملعب برضه خبره و ما حدش راضي يديها. هو مين راضي يديها؟ لا في ناس كتير بس انا شايف يعني النني ما بيلعبش يعني فتره. ما في ناس كتير ثانيه واحده بالنسبه لك في ناس كتير في انديه ايه؟ يعني قول لي مين مين كان يعوض النني في انديه تدي ميكالي ديفندر؟ دونجا لو واحد يبقى افيد على الاقل يجله في الملعب. بس النني خبره اكتر بس ما بيلعبش. النني تقريبا داخل في 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 سنه ما لعبش كوره. سنه ما لعبش كوره. فاعتقد ان تواجده مش على مستوى النني على ان النني ما بيلعبش كوره بقاله فتره طويله جدا. اعتقد ان ده عندي تحفظ عليه. انت اللاعب اللي تاخده محتاجه يكون رجله في الملعب وجاهز بدنيا وفنيا وذهنيا كل حاجه. لا النني في مرحله حاليا لا تواجده انا عندي تحفظ كبير عليه. لكن الفرصه كويسه جدا. مجموعتك سهله. ماتشين ممكن وحلو ان انت المباراتين الاولين مش مع اسبانيا يعني انت تكون الدومينيكان بعدها اوزبكستان. منتخب اوزبكستان على فكره منتخب كويس يعني منتخب كويس مش منتخب وحش. بس تقدر تعدي من الماتشين دول وماتش اسبانيا تلعبه براحتك. فالقرعه خدمتك بشكل كويس جدا. برضه ان انت ما تبداش باوزبكستان وتبدا بالدومينيكان ده برضه حاجه كويسه لمنتخب مصر. فالقرعه خدمتك بشكل كويس جدا. المنتخبات المشاركه كلها ظروفها شبه بعضيها. اعتقد ان دي فرصه كويسه جدا لمنتخب مصر الاولمبي ان هو يقدر يعمل لنا حاجه. وانا توقعاتي ان منتخب مصر الاولمبي ممكن يعمل نتائج افضل من منتخب كره اليد. ناس كتير ممكن تختلف معايا. يعني انا واحد من الناس كره اليد ابصم ان شاء الله مش عايز اقطع ميداليه ان شاء الله. كنت لسه سؤالي
لا منتخب اليد ما شاء الله ماشي على خطى ثابته. كنت عايز اسال كابتن مصطفى، ميكالي رايح باللعيبه دي ورايحين احنا هنجيب ميداليا ونيجي، ولا احنا رايحين نقدم اداء يليق بمنتخبنا الوطني ونوصل لابعد مدى؟ على فكره ان انا ان شاء الله هوصل لابعد مدى، ان شاء الله هاخد ميداليا، فرق شاسع. انا اعتقد ان من اولويات ميكالي اللعب على ميداليا. هو عنده خبرات في الالعاب الاولمبيه مع المنتخب البرازيلي قبل كده، هو هيركز على اللعيبه اللي ضمها سواء نني او احمد زيزو، هيكونوا ليهم اضافه، لان طبعا الخبرات بتفرق في السن ده. نني حتى لو ما كانش بيشارك فوجوده كقائد مع احمد مصطفى زيزو مع اللاعبين الشباب هيديهم الثقه ويديهم ينقل له خبرات. نني قعد فترات طويله جدا في الارسنال، كمان هو بيعدوه ان هو يكون كادر اداري في ارسنال. يعني احنا حققنا المركز الرابع مرتين، ان شاء الله تكون النسخه بتاعه باريس 2024 دي ميعاد مع الميداليه ان شاء الله يا رب. الطريق سهل، الترتيب المباريات كان في صالح المنتخب المصري. كان بعد الجروب ستيج، بعد المجموعات. صحيح. الطريق صحيح، يعني انت عندك المنتخب الفرنسي هو منتخب بما انه المستضيف وكمان مدعم كويس، المنتخب المغربي فيه اشرف حكيمي وسفيان رحيمي، بقيه المنتخبات زي الاستاذ احمد مقال لا مش الاسماء الكبيره قوي، حتى اللاعبين الكبار لاعبين من مستوى ثاني او ثالث. فان شاء الله ان شاء الله يكون طريقنا لميداليا باريس 2024 ان شاء الله. كنت بتتكلم انه منتخب اليد منتخب القدم هيعمل انا توقعت منتخب القدم فرصه اعلى، وبتفق مع استاذ مصطفى ان هو ممكن يعدي المركز الرابع اللي حققناه قبل كده مرتين. انا شايف ان منتخب اليد المنافسه صعبه، الوضع صعب جدا في التاهل وفي الادوار الثانيه ونظام البطوله. يعني انا شايف منتخب اليد فرصه صعبه جدا جدا، المنافسه صعبه. انت عشان انت بنحب نتراهني نتراهن ماشي. طيب معانا مداخله كابتن محمود الخواجه نجم نادي الزمالك السابق. يا كابتن ايه الاخبار؟ الحمد لله. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله تمام يا كابتن. يمكن زي ضيوفك اللي عندك جمال، حاجه جميله. ربنا يخلي حضرتك محمود ومنور الدنيا دايما، وحشنا. الله يخليك الله يكرمك. يمكن نادي الزمالك الفتره اللي فاتت استعان بالناشئين، استعان بالناشئين عشان ندعم صفوف نادي الزمالك في مراكز اللي كان فيها غيابات الفتره اللي فاتت. شفت ازاي المباراه اللي فاتت؟ شفت ازاي انتصار نادي الزمالك بالامكانيات اللي موجوده بثلاث نقاط مهمين يا كابتن؟ هو ده طبعا يعني الحمد لله، يعني بولاد النادي بيقدر الزمالك بيعدي بعض المباريات. يعني الفتره اللي فاتت طبعا ماشيين على سطر وبنسيب سطر، ولكن ده الزمالك طول عمره كده، ومفروض ان احنا مصر الاول. يعني مصر دي ما حدش يقدر، يعني اي لعيب النهارده بيتمنى ان هو يمثل بلده، وخاصه ان النهارده على مسيره في الاولمبياد. يعني فان النهارده نادي الزمالك اللعيبه متواجده، واي ولو طلبوا لعيبه ثانيه حتى على نادي الزمالك، ولو كانت قدامه البطوله هو يعني مرشح ليها يكسب، بس برضه كان ممكن سبيل مصر اللي كان هيبعت اللعيبه بتاعته. وده الطبيعي يا جماعه، نمره واحد لمصر. انت كل اللي بتعمله ده كله عشان المنتخب، سواء اولمبي سواء اول فريق اول، انت كل ده عشان بتهيئ كله للمنتخب المنتخبات. فطبعا نادي الزمالك طول عمره صدق في الحاجات دي. يعني شايف فرص منتخبنا الوطني الاولمبي لحد فين نروح ان شاء الله ابعد مدى في الاولمبياد؟ والله هو على السكواد اللي موجود انا شايف ان احنا ممكن نوصل لحته كويسه في الاولمبياد. والاختيارات طبعا اللي اختارها، انا سمعت دلوقتي الاخ احمد الاحمر على ما اعتقد يعني كانت حتى بيعلق على حته الاختيارات، كان منهم النني يعني مع احترامنا الشديد. يعني انا مش عارف يعني اشمعنى، يعني لما ناخد واحد من اللي بيلعبوا في الدوري المصري اللي هو ده، هو ما بيلعبش مع فريقه متهيألي، مش كده؟ لا ما بيلعبش بقاله فتره كبيره جدا، يعني ما مهم نقطه مهمه جدا ان انا اروح اجيب انا واحد ما بيلعبش، مع احترامي النني لعيب دولي ولعيب كويس وكل حاجه، انما ما بيلعبش، طب ازاي انا هستعين بيه؟ طب ما انا استعين بواحد بيلعب. ممكن يكون مال لحته الخبرات، حته انه لعيب لعب بريمير ليج وتشامبيونز ليج. يعني دي ممكن تكون فرقات تفرق للعيبه الصغيره اللي حواليه معنويا. ايوه ماشي، خبرات. طب ما احنا عندنا خبرات موجوده في الملعب، تلاقيها في الملعب.
انما ده مش كلمه يعني مش بلعبش. انا بعدت انا بقالي سنه وشويه مش سنه تقريبا ما بلعبش يعني. انما بنقول اه ده اختيار زي اختيار مدير فني ويمكن هو ده اللي شايف ان هو ده يعني الامل فيه يعني. ولكن انا شايف لا عكس كده. انا المفروض يعني مش عارف يعني مع احترامي يعني للجميع انما بنتمنى التوفيق للمنتخب الاولمبي وانه يعمل نتائج كويسه. والنهارده برضه في موجود زيزو وده اختيار موفق جدا يعني مع الاولاد بتوعنا بتوع الزمالك شحاته وعبد المجيد ومين كان في واحد زياد كمال شحاته حسام عبد المجيد وزيزو زياد أيوة كمال يعني ما شاء الله يعني. فان شاء الله مع الولاد اللي من الانديه الثانيه يقدروا يعملوا حاجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شرفنا ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن محمود الخواجه نجم نادي الزمالك السابق بشكر حضرتك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا. يمكن الحته كنت عايز اتكلم معاكم فيها انه تعليقكم السؤال مين السؤال مع مين؟ عشان اجهز نفسي بعدين. تعليقكم عن موقف نادي الزمالك وموقف الانديه بشكل عام مع منتخب الاولمبي. ويمكن راجل يا عيني معاه ثلاث لعيبه كبار سافر باثنين منهم حد كان حاططه في الليست بس يعني كان يطمح في ناس ثانيه. موقف الزمالك هو الموقف الطبيعي يعني او اكيد اللوائح ما بتتيح للانديه انها تتمسك بلاعبتها، لكن في الاول وفي الاخر انت اصلا البطولات المحليه دي كلها بتتعمل علشان تخدم على المنتخب الاول، منتخب الاولمبي، منتخب الفئات السنيه. فالطبيعي ان اي لاعب يطلب من مدير فني لازم النادي يوافق عليه حتى لو اللوائح ما بتسمحش بكده، لكن ده من النابع الوطني او دعم المنتخبات. ده الامر الطبيعي جدا. الزمالك موقفه كان مشرف بارسال الاربع لاعبين، وحتى لو كان في لعيبه ثانيه كان الزمالك على سداد ان هو يرسلها. اتفضل. لا استاذ احمد الاحمر انا بص دايما اكسبريشنز حسيت في حاجه انا برضه لا لا هو حسسني في حاجه ليه وانا قلت سيئه دايما قلت في ميعاد مباراه في حاجه غلط والله. لا 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 بالعكس انا متفق معاكم جدا مع الكابتن محمود الخواجه طبعا في الكلام اللي قاله مع استاذ مصطفى. فعلا هو ده موقف نادي الزمالك دايما. نادي الزمالك عمل موقف وطني محترم جدا حتى لما طلع زيزو طلعه بدري عشان يروح ينضم للمنتخب عشان يقدر ينسجم مع اللعيبه يكون كان عندنا ماتش مهم كان في ماتش مهم وبقيه اللعيبه اللي طلعت معاه طبعا يعني كان ممكن يبعت اللعيبه بتاعه المنتخب يقول لا خلي زيزو لما ميعاد الانضمام الثاني، لكن نادي الزمالك فضل وهو ده الهدف في النهايه. اي مسابقات بتتعمل عشان المنتخبات الوطنيه في النهايه نادي اهلي زمالك اسماعيلي بيراميدز اي نادي من دول بيلعب في الدوري المحلي عشان اشوف اللعيبه المحليه بتاعتي واقدر اضمهم للمنتخبات الوطنيه. عدم ارسال بعض اللعيبه اعتقد ان ده يحتاج وقفه من اتحاد كره القدم في الفتره القادمه. اتحاد كره القدم لازم يحط لوائح صارمه في هذه النقطه وتلزم الانديه وخصوصا في الاولمبيات عشان بعض اللي يقول لك اصل الاولمبيات مش ملزمه. لا حط لوائحك بقى لما انت تحط في لوائحك استدعاء للمنتخبات الوطنيه المختلفه حطها في اللائحه كده. عدم الانساء يبقى في عقوبات كذا 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 كذا، لكن ما ينفعش ان انا بساعد اي نادي سواء ان هو عنده ماتشات في افريقيا في بطولات عربيه في اي مباراه بساعدك وانت تيجي عشان بتمثل مصر. الدوري المحلي يعني ما هو يعني بتمثل مصر. العب الدوري بدون محترفين بدون اللعيبه الدوليين بتاعتك، ايه المشكله؟ كمل بقيه الدوري بدون اللعيبه الدوليين بتاعتك. ما هو اللعيبه اللي برضه في مع يا عم اخسر الدوري واكسب ومنتخبك هيكسب بطوله ولا القايمه بتاعت منتخب مصر تمام؟ لو جيت تطبق القايمه بتاعت منتخب مصر الاولمبي على حته ان دي اللعيبه ما لعبش بدون لعيبه الدوليين في الماتشات الدولي وكده، لا كل قايمه منتخب مصر دوليه الاولمبي. لعيبه الزمالك دوليين بيلعبوا مع الزمالك في كل البطولات بتاعته، اللعيبه اللي جايه من الانديه الثانيه اللي مش بتوع دول لعيبه اساسيه برضه، يعني المنتخب ده بيتميز ان لعيبته كلها اساسيه في انديتها. استاذ احمد باحترامي حضرتك برضه، هو اشرف حكيمي ده هل لعيب قليل؟ هل بيلعب في نادي قليل؟ يعني باريس سان جيرمان لما يسيب اشرف حكيمي ينضم للمنتخب المغربي. امبابي لو لولا انتقاله لريال مدريد كان ماسك البرازيل وخد ذهب. كان في نيمار. نيمار جه منين؟ نيمار ده حلم اي لاعب ان هو يلعب دوره العاب اولمبيه، يعني ده بيتحط في السي في، يعني يلعب اولمبيات يلعب كاس عالم. احنا شفنا سفيان رحيمي اللي عايز ينتقل لانديه ثانيه، العين الاماراتي سابه وراح المنتخب. ابراهيم عادل لعيب اساسي. امبابي نفسه كان ممكن يدعم قائمه المنتخب الفرنسي لو كان استمر في باريس سان جيرمان، لكن انتقاله لريال مدريد هو ده اللي عطله يعني.
فطبيعي طبيعي ان حلم ده حلم مشاركه اي لاعب في الاولمبياد. كانت مصره انه لا معلش بالظبط ده لو منتخب يعني لو منتخب اسبانيا هيوافقوا ما اظنش ان هم هيرفضوا مشاركه زيزو في الاولمبياد. ويمكن كلنا وشنا كده انشكحنا اول ما عرفنا ان زيزو هيلعب اولمبيكس وشفنا الكوميكس بقى اللي هو اصبحت الان للاولمبياد التاريخ والارقام اللي بيعملها احمد مصطفى زيزو مع الزمالك يستحق انه يكللها بمشاركه اولمبيه وان شاء الله في المونديال 2026 مشاركه مهمه جدا هتضيف لاحمد زيزو في مسيرته في خبراته ان شاء الله يكون احد اهم اسباب ان شاء الله تتويج المنتخب المصري الميداليه. كل يعني مشاركه كلها فوائد يعني كلها فوائد فوائد لزيزو للمنتخب المصري للزمالك ان شاء الله في حال عودته بعد الاولمبياد. استاذ احمد خدت لما عرفت ان زيزو راح هيلعب اولمبيكس ايه اللي فكرت فيه من ناحيه الناحيه المعنويه لزيزو؟ زيزو هيلعب اولمبيكس وهيرجع يلعب في نادي الزمالك ليها اكتر من شق. احنا كزمالكاويه مبسوطين جدا ان هو اشتغل على نفسه بقى بروفيشنال لليفل بعيد جدا جدا عن لعيبه كتير وربنا كلل تعبه انه يلعب اولمبياد ان شاء الله يكون موجود كاس عالم يلعب كاس امم افريقيا يعني ما شاء الله ما شاء الله البطولات كلها زيزو بيلعب فيها. لو جيت بصيت لحكايه زيزو مع كره القدم وبعد ما رجع من البرتغال والدروب اللي حصل له وما كانش لاقي نادي لحد ما جه وانضم للزمالك وكده وده كله ربنا سبحانه وتعالى بيدي لكل مجتهد نصيب. زيزو اجتهد بشكل كبير جدا. زيزو تعب وقدم كتير واجتهد واشتغل على نفسه وكان لعيب ايجابي سواء مع نادي الزمالك او الفترات اللي بيضم فيها المنتخب مصر فربنا كافئه وكرمه بالانضمام للمنتخب الاولمبي في الظروف دي وبالشكل ده لان زيزو من وجهه نظري محتاج يلعب مع منتخب مصر في بطوله كبيره وهو النجم الاول للمنتخب. كان محتاج دي. زيزو لما بينضم دايما لمنتخب مصر بيبقى فيه موجود محمد صلاح فيه موجود مرموش وهو نجم كبير طبعا بس كانت بتلاقي زيزو دايما ايه؟ اساسي مش النجم الاول مش النجم الاول واحتياطي. زيزو محتاج دي. وانا بقول لك ان مشاركه زيزو في الاولمبيات باريس 2024 مع المنتخب الاولمبي هتكون نقطه تحول لزيزو مع منتخب مصر الاول في السنوات القادمه. هو محتاج دي وربنا كلل له تعبه في السنين اللي فاتت واجتهاده وعقليته الناضجه. زيزو لعيب ناضج لعيب بيفكر كويس جدا وبتعجبني نوعيه اللعيبه ديت دايما اللعيب اللي عنده تفكير كويس وناضج وبيشوف الامور بشكل اوسع دايما بيكون في الملعب مختلف بيبقى عنده شخصيه بيبقى عنده اسلوب مختلف ان عقله بيدي له قرارات اللي بياخدها في رجله. فزيزو من النوعيه ديت. زيزو ربنا كرمه واداله على قد اجتهاده بدليل حاجه احنا اختلفنا دلوقتي عن النني. يكون موجود مش موجود ناس تقول لا ماشي ناس تقول تعترض وجهات نظر صح لكن زيزو ما فيش واحد اعترض عليه لانه يعني اختيار موفق فعلا اختيار في محله يستحقه. واتمنى لزيزو ان شاء الله تكون اولمبياد باريس النقطة الفاصلة في المشوار بتاعه الكروي اللي هو محتاجه الفترة الجاية في السنين القادمة لأن زيزو بيمثل مستقبل لكرة القدم المصرية مستقبل لمنتخب مصر. لعيب هيبقى عليه التزامات وعليه أعباء كبيرة جدا في السنوات القادمة بفضل مستواه اللي ربنا يحافظ له عليه طبعا ويكرمه فيه إن شاء الله ويفضل محافظ عليه ويبعد عنه شغل إصابات وحاجات كتيرة جدا ممكن بيتعرض ليها. فأنا شايف إن زيزو اختيار في محله ونقطة مهمة لزيزو تحول جديد في مسيرة زيزو الكروية أولمبياد باريس 2024. استاذ مصطفى اتكلم عن ثلاثي الزمالك حسام عبد المجيد محمد شحاته زياد كمال ويمكن لما تشوفهم بيلعبوا في الدوري المصري لا دول مش لعيبه منتخب اولمبي لا دول يعني محمد شحاته يلعب منتخبنا الوطني عادي زياد كمال لو داس على نفسه شويه حسام عبد المجيد لو رجع لفورمته الاساسيه ولعب منتخبنا الوطني. انا حاسس ان منتخبنا الاولمبي تقيل تقيل بمعنى ايه؟ لا ابراهيم عادل بيلعب بيراميدز اساسي زيزو موجود محمد شحاته في نص الملعب وحسام عبد المجيد في خط الدفاع ده غير اللعيبه المتواجده اللي بتلعب مع انديتها فيرست تيم مش دكه مش قاعدين دكه. منتخبنا الوطني سكواد كويس ميكالي هيوظف اللعيبه دي زي ما بتلعب في الدوري الممتاز ولا هيبقى ليه نظره ثانيه؟ بص هو احنا متفقين ان شاء الله السكواد ده قادر ان هو تاني ان هو يقدر يحرز ميداليه في الاولمبياد. حسام عبد المجيد هو عنصر اساسي في الزمالك محمد شحاده كذلك. خبرات اللي اخذوها مع الفريق الاول في نادي الزمالك قادره ان هو يترجمها في الملعب بمردود واداء قوي ان شاء الله. اسامه فيصل كمهاجم في البنك الاهلي بيلعب اساسي، ابراهيم عادل ورقه رابحه جدا مع بيراميدز استغربت اثر عليهم النهارده. مين؟ حسام اشرف.
حسام اشرف واحد من هدافين الدوري طبعا علامه استفهام كبيره، لكن هو دي وجهه نظر ميكالي ولازم نحترمها يعني. انا اعتقد ان لو حسام اشرف كان في التشكيله كان هيكون كمان مؤثر اكتر من اسامه فيصل شويه، لكن هو اسامه فيصل واخد الطريق كله، كمان مظهر عبد الرحمن، فهو دي اسماء هو معتمد عليها من التصفيات والبطوله اللي اتلعبت، بطوله تحت 23 في المغرب. فان شاء الله انا شايف ان التشكيله متكامله، احنا ان شاء الله كل طموحنا في ميداليه اولمبيه تحقق بقى احنا الالعاب الجماعيه، الميداليه في الالعاب الجماعيه بتختلف تماما عن الالعاب الفرديه. طبعا غاليه جدا. طبعا. متفق يا استاذ احمد ولا عندك برضو؟ لا متفق جدا. لا بجد كلام يعني ما فيش كلام يتقال تاني. يمكن حسام اشرف في نقطه بس، هي القايمه بتاعت الاولمبياد بتحكم شويه المدرب، قايمه مخنوقه، العدد قليل شويه يعني 18 لعيب، دي صعبه قوي يعني، بتخنق دايما المدير الفني بيختار، تلاقيه ياخد اثنين جوان ما يعرفش ياخد جون ثالث، يجي مثلا في مركز راس الحربه هو واخد بلال مظهر واسامه فيصل، الاثنين عندهم ستايل مختلف، يمكن حسام اشرف اقل منهم في الحته دي شويه، الاثنين بيأدوا ادوار اكتر يعني اسامه فيصل ممكن تستخدمه كذا حل داخل الملعب، سواء يلعب على وينج، سواء يلعب تسعه، سواء يلعب 10، فعنده حلول. بلال مظهر برضه، فانت اختياراتك في القايمه يعني، انا شايف ان بلال مظهر واسامه فيصل يعني انا انتقدت النني اختياره، لكن شايف في حته بلال مظهر واسامه فيصل مع حسام اشرف، لا هو كانوا الاثنين هم افضل في التوقيت دوت ان هو ياخدهم، عندهم حلول، عندهم خبرات برضه، بلال مظهر بيلعب في دوريات اوروبيه، احتك بشكل كبير جدا، عنده خبرات اعلى، اسامه فيصل عنده خبرات اعلى، لعب منتخب برضه مصر، انضم فترات برضه مع كيروش تقريبا، ولعب مع المنتخب الاولمبي اللي هي البطوله الافريقيه كاس الامم، فاعتقد ان هو كان مضطر ان هو لان هو يستبعد حد، وحد يكون ليه اختيارات مختلفة يعني يعرف يوظفه بشكل كويس. فأتمنى يعني بتفق برضه إن منتخب مصر الأولمبي قادر إن هو يحقق ميدالية، ميدالية جماعية غايبة عن كل الألعاب الجماعية المصرية في التاريخ، يمكن إحنا وصلنا ثلاث مرات دور قبل نهائي في ألعاب جماعية، منتخب كرة القدم مرتين، منتخب كرة اليد مرة اللي هي في طوكيو 2020، وصلنا خدنا رابع، لكن الميدالية دي غالية وما حصلتش في تاريخ مصر. إحنا كنا قريبين ناخد ميدالية في الهاندبول. في الهاندبول انا كنت حاضر في الماتش ده في الملعب على فكره، انا كنت موجود وحاضره في طوكيو، كنت حاضر المباراه ديت. احنا غلبناهم في المجموعات. لا في حصل منتخب اسبانيا تقريبا، منتخب اسبانيا وكسبناهم في المجموعات مرتاح. باروندو كان المدير الفني في التوقيت دوت يعني، انا حتى كنت كابتن ايمن صلاح كان مشرف على المنتخب وكان قاعد بره، كان عمال دايما بيتكلم ايه من بره من بره، منتخب مصر لعب باسلوب اللعب بتاعه اللي هو السلسله في اللعب وخلخله الدفاعات، رغم ان تفوقنا على اسبانيا في البطوله دي وكان في المباراه دي كمان، لا احنا كنا فرنسا غلبنا فرنسا لا هي وكسبناهم في المجموعات كان اللعب تزليات. على التسديدات من بره بالصغيرين، اللعيبه الصغيره كانت هي اللي ناجحه فيها وكانت موفقه، وحتى الاهداف اللي جبناها كان هم نسبه التهديف بتاعتهم عاليه. كان هو بيعمل تغييرات غريبه كده في المباراه ديت، هو مش قاصد طبعا يعني وفقا للملعب، فكان بيطلعهم، اول ما بيطلعهم المنتخب ما بيجيبش جوان، فبيرجع ينزلهم تاني يعوضه، فكانت هي دي الحته اللي خلتنا اتغلبنا في دور بناء، كنا قريبين جدا، وكانت انا شايف من وجهه نظري كانت اقرب فرصه لمنتخب مصر لكره اليد يقدر يوصل فاينل مستريح كانت النسخه اللي فاتت من طوكيو. النسخه دي ممكن تكون اصعب شويه، اتمنى لهم التوفيق، منتخب كبير، منتخب يعني هو عاملين فتره اعداد كويسه، هم بقالهم في معسكر يعني بقالهم حوالي لسه راجعين من بره، كانوا لسه راجعين من بره، كان في معسكر كان لسه راجعين، وهم موجودين حاليا في القاهره لحد ميعاد السفر. انا شايف ان هو منتخب طبعا كبير ونتائجه تكاد تكون هي الافضل عالميا في كل الالعاب الجماعيه المصريه على مر التاريخ. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، رغم ان شايف ان هي صعبه فرصتهم صعبه بعكس منتخب كره القدم اللي هي شايفها سهله. بالمناسبه ميكالي مدرب شاطر، لازم نعترف مدرب شاطر طبعا، واخد جيد، واخد اولمبياد انا شايف ان هو مدرب شاطر يعني. جدا 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 وحتى اختيار العناصر اللي موجوده معاه اختيار موفق، لعيبه زي ما انت بتقول يا استاذ مينا واستاذ مصطفى بيقول لعيبه اساسيه كلها في الدوري المصري، لعيبه رجليها في الملعب، لعيبه جاهزه، اعتقد يعني اتمنى ان شاء الله يكون التوفيق موجود، لان برضه عنصر التوفيق بيبقى غالب بشكل كبير جدا، يكون التوفيق معاهم، تمشي معانا بقى تمشي معانا يعني. وربنا يكرمنا باذن الله نقدر نفرح بالمنتخب كره القدم في اولمبياد باريس. استاذ مصطفى 27 سبتمبر في الرياض، السوبر الافريقي نادي الزمالك بطل الكونفدراليه ونادي الاهلي بطل دوري الابطال، مباراة صعبة تقريبا، معلوماتي انه الفرقتين هيدخلوا بالصفقات الجديدة، ما عنديش معلومة مؤكدة يعني، الصفقات بتاعت الميركاتو القادم
هل ينفع يتاح ليهم انهم يلعبوا في سبتمبر ولا لا؟ لان تقريبا هيكون الدوري الجديد بدا، هيكون في سكواد جديد. شايف المباراه ازاي؟ بص، هو انا وانت بتقول 27 سبتمبر السوبر الافريقي، حسيت انت بتقول الزمالك بطل السوبر الافريقي، فده ان شاء الله احنا نتمنى زي ما انت قلت كده ان شاء الله الزمالك يتوج من الرياض بطلا للسوبر الافريقي باذن الله للمره الثانيه على حساب الاهلي ان شاء الله. المره الاولانيه كانت شهيره جدا يعني تسديده ايمن منصور. لازم تفك القيد، لازم صفقات جديده تعزز متاح ليهم انهم يلعبوا الصفقات الجديده في هو مش منطقي ان اصلا ما تكونش متاحه يعني يكون مواعيد القيد اتفتح. لا القيد وفقا للاعلن، خلي بالك بدايه موسم جديد اصلا وفقا للاعلن ان القيد هيكون اتفتح في التوقيت ده، لكن وفقا لبعض الكلام اللي بيتقال حاليا ان ممكن القيد يتاجل. لا دي معلومه يعني مش معلومه، اشاعه طالعه بس لسه ما فيش حاجه رسميه، لكن القيد اللي تم الاعلان عنه ان الصفقات الجديده بتاعتك تلعب، ده وفقا لمواعيد القيد اللي اعلنت. وده الطبيعي لان دي مباراه السوبر هي مباراه في الموسم الجديد مش في المباراه الاستكماليه للموسم اللي فات يعني. فان شاء الله مجلس الاداره يقدر يحل ازمه القيد زي ما حلها في يناير، وان شاء الله نكون ندعم الحاجات البسيطه يعني هو مبلغ بسيط ان شاء الله يعني الامر يعتبر محسوم، ونبدا ندعم العناصر اللي الزمالك محتاجها في السكواد الحالي. ندخل مباراه الرياض ودي يعني مهمه لجوميز اساسيه، ان شاء الله ربنا يكرمه في الفتره اللي جايه يعمل اعداد كويس لمباراه السوبر. استاذ بقى احمد قال لك مفيش اعداد خلاص، لا يعني ما هي عايز اقول لك يعني قبلها مباراه الجيش الاسبوع اللي فات دي تعتبر مباراه اعداديه للموسم الجديد. هو حتى جوميز في فكره ان هو ادخاله للناشئين ده كله لا بيفكر في الموسم اللي جاي، احنا متفقين ان الدوري بنسبه كبيره خلص، الزمالك بيلعب على تحسين مركزه وان شاء الله يفنش في المركز الثالث، كل ده هو اعداد للموسم الجديد. فان شاء الله مباراه السوبر تكون المصالحه لجماهير الزمالك بعد الموسم اللي هو كان فيه اخفاق في الدوري وكان فيه تتويج بالكونفدراليه، مباراه هتفرق في تاريخ الزمالك اللي جاي هنبني عليها لسنوات ان شاء الله. ان شاء الله الزمالك كان في مباراه الكاس كان الطرف الافضل وغاب عنه التوفيق، ان شاء الله التوفيق يكون حاضر في مباراه الرياض ان شاء الله. كابتن احمد مش قلقان من موضوع الصفقات انا خالص، هي الصفقات هتكون مفروض وفقا للمواعيد المعلنه من حقك تأيد عادي، لكن انا مش قلقان خالص، بالعكس انا شايف ان الزمالك عنده سكواد كويس جدا، الناشئين دعموه بشكل كويس جدا، زي ما قال الاستاذ مصطفى مباراه الكاس اللي اتلعبت ديت كان الزمالك الافضل لولا غياب التوفيق اللي لسه بنقول عليه يا رب يحلف المنتخب الاولمبي، لو في توفيق 30% مش هقول لك 50 او 60% كان الزمالك قدر. انا شايف ان سكواد الزمالك كويس جدا حتى لو ما فيش صفقات، حتى لو مشكله القيد ما اتحلتش ان شاء الله كل ده يتحل، لكن انا شايف ان الزمالك هيكون داخل المباراه بشكل كويس جدا. جوميز شغال بيجهز فرقته للموسم الجديد، عنده لعيبه دوليه بتكلم في 5-6 لعيبه دوليين هيرجعوا له بالاضافه للمصابين لما يرجعوا له، بالاضافه لمجموعه الناشئين واللعيبه اللي موجوده معاه، اعتقد ان هو سكواد قوي يقدر يخش مباراه السوبر الافريقي بمعنويات وفريق كويس جدا. يعني انا بقول لك اهو من دلوقتي جوميز هيبقى عنده مشكله في قائمه السوبر الافريقي اللي هيلعب بيها، ان هو يبقى عنده لعيبه كتيره جدا متاحه قدامه. وزي ما قلنا من فتره مش عايزين نضغط على الزمالك في الدوري، وقلنا ان بطوله الدوري ممكن نتسامح فيها لان الوضع صعب وفي تغييرات واحلال وتجديد، لكن بطوله السوبر انا شايف ان بطوله الدوري دي لولا الاخطاء التحكيميه اللي هي كان من كام ماتش فاتوا دول على الثلاث اربع مباريات اللي كان فيهم اخفاقات بعد الكونفدراليه، يعني لحد الكونفدراليه خدناها يلا الزمالك الدوري لسه في الملعب، ثلاث اربع مباريات بعدونا تماما يعني حوالي 9-10 نقاط ربما تكون في صالح الزمالك للاعداد الجيد. لو الزمالك بينافس ما كانش جوميز يعني دخل الناشئين دي كلها واحنا شفناهم احمد مجدي محمد عاطف كل دي فرص دي جات نتيجه التعثر في الدوري، ربما ضر نفع زي ما الدكتور زي ما الاستاذ احمد قال، يعني ان شاء الله تكون من احد اسباب تتويج الزمالك القاري الجاي ان شاء الله. توقعاتك ايه المباراه دي؟ مباراة السوبر انا قوي بس انا بحب التوقعات دي قوي. مباراة السوبر قوي نتوقع ان شاء الله الزمالك يكسب هدف نظيف ان شاء الله 1-0. مين اللي يجيب جول؟ احمد مصطفى زيزو او عبد الله السعيد نتمنى يعني. لا انا متوقع ان شاء الله الزمالك يقدر يفوز بكاس السوبر باذن الله، واعتقد المباراه هيبقى فيها جوان كتير اكتر من جون كمان يعني. اوكي لازم السؤال ده بتحرجني بيه دايما. بحب الاسئله دي بتحرجني بيه دايما، انا عمال افكر فيها من ساعه ما سالت. ممكن انا بتوقع هزود السؤال صعوبه كده اقول لك في الدقيقه كام بقى والكلام ده. لا يعني اتوقع ان ممكن الزمالك يكسب المباراه دي 2-0 2-0 يعني. 2-0 وبرضه زيزو وعبد الله السعيد، بس ممكن ندخل الجزيري معاهم يعني ادينا فرصه ان احنا نحط واحد احتياطي. طيب. الثلاثه دول المؤهلين لان هم يقدروا يخلصوا المباراه. الزمالك توج بالسوبر السعودي في
قدام الهلال في السعوديه، الزمالك قدم بطوله عربيه كانت نسخه جيده جدا، فان شاء الله السعوديه تكون وش الخير على الزمالك ان شاء الله باذن الله. الزمالك وبلديه المحله يوم الاثنين، توقعاتك للمباراه؟ ان شاء الله الزمالك يواصل سلسله الانتصارات الاخيره ويحافظ بقى ويبدا يعني الناشئين اللي داخلين دول يكون لهم بصمه اكتر، ياخدوا خبرات اكتر، وان شاء الله مباراه بروكسي في الكاس الزمالك يتجاوزها ان شاء الله. كلها زي ما قلنا كلها في مسار الاعداد للموسم الجديد ان شاء الله، بدايته السوبر افريقي. عايز تقول توقعاتك ولا خلاص كده؟ عشان لا خلاص انا مكتفي. انت تمام؟ خلاص مكتفي كده، انت خلصت عينا في ماتش السوبر، في ماتش السوبر افريقيا خلاص بس كده. بشكركم شكرا جزيلا استاذ احمد الاحمر، بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني. شكرا ليك يا استاذ مينا وقناه نادي الزمالك وبرنامج زملكاوي وكل طاقم الاعداد، ودايما منورين كده. شكرا ليك استاذ مصطفى هلش، نورتني وشرفتني. شكرا استاذ مينا، شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين للاسف خلصت حلقتنا، لكن بكره ان شاء الله حلقه جديده من برنامجكم زملكاوي، دايم شغفكم، ويا رب ان شاء الله كل ايامكم تبقى جميله. ربنا يرحم يا رب احمد رفعت، هتوحشوني جدا جدا جدا. سلام.